مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال الأهلي الليلة. طبعا العمل بيجري على قدم وساق على مستوى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، ولا صوت يعلو على صوت مباراة العودة المرتقبة يوم الجمعة القادم في تونس إن شاء الله. الحديث طبعا عن مفاهيم الرياضة والعلاقات بين الناديين الكبيرين الأهلي والترجي، أمور تستحق التوقف عندها في بداية هذا اللقاء. عندنا تصريحات الجهاز الفني، كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بيقول علاقة الأهلي بالترجي علاقة تاريخية ونحترم الأشقاء في تونس. أي توترات أو أي مبالغات غير مطلوبة في هذا التوقيت، مطلوب الكل يفهم المغزى أو المعنى الحقيقي للمنافسة الرياضية. في أخطاء بتحصل، في مشكلات، في توترات في مباراة أو أخرى، لكن هذا لا يغني أبدا أو لا يلغي الواقع اللي بيقول أنه التاريخ كبير بالنسبة للفريقين، رصيدهم من البطولات، شعبيتهم، جماهيريتهم، وأنه إن شاء الله يكون لقاء العودة في استاد رادس أو على ملعب رادس على نفس المستوى المعروف دائما والمرجو عن مستوى الفريقين الشقيقين الكبيرين. إن شاء الله بنتمنى بالتأكيد التوفيق لفريقنا ويصاحبه الفوز شأن المباراة الأولى اللي كانت على ملعب برج العرب، لكن بنتمنى من الجميع أنه يتعامل مع هذا الحدث بما يستحق من اهتمام ومن فهم حقيقي للعلاقة الخاصة بالتنافس الرياضي الشريف وكل ما يتعلق بكرة القدم والمنافسة والألقاب وحق كل فريق في أن يسعى لحصد اللقب، ولكن دون المساس بالآخرين، وأن ما يبقاش في توتر حتى على مستوى الجماهير في مصر. بنتمنى من كل جماهير مصر أنها تفهم أن فريق مصري هو النادي الأهلي، مش بيمثل جمهوره بس، بيمثل الكرة المصرية. ودايما بنقول ان اي فريق في منافسات قاريه او اقليميه او عربيه مش بيمثل جمهوره او كيانه فقط، مهما كان هذا الكيان كبير بحجم النادي الاهلي. والانديه الكبيره في مصر دايما اللي موجوده في بعض المنافسه وبتكون في الصوره في بعض الفترات او في بعض البطولات مع النادي الاهلي، اللي دايما بنقول انها لها الحق في ان يشعر الجميع او يؤازرها الجميع في منافساتها القاريه والدوليه والاقليميه والعربيه. إن شاء الله المباراة تكون على مستوى الفريقين الكبيرين، بنتمنى الفوز للنادي الأهلي والعودة لسيادة القارة الأفريقية أو لصدارة القارة الأفريقية على مستوى الأندية، ومنها إن شاء الله إلى الانطلاقة الكبيرة في كأس العالم للأندية، مع احترامنا الشديد للأشقاء في تونس ولتاريخ وقيمة وخبرات نادي الترجي وأيضا جماهيره ومحبيه في كل مكان. هنتكلم عن الاستعدادات، تفاصيل كتير قوي هنتابعها مع حضراتكم النهاردة وعلى مدار الأيام اللي جاية وصولا إلى يوم المباراة يوم الجمعة القادمة، وإن شاء الله تطير بعثة الفريق يوم الثلاثاء المقبل لملاقات الترجي على ملعبه وبين جماهيره يوم الجمعة القادمة. خلونا نفكر حضراتكم سريعا باني النهارده موجود مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات، واسعد واتشرف بصحبه زملائي كل من امير هشام وعمر ربيع ياسين، وعندنا عدد من الفقرات المتنوعه هيكلمنا عنها بعد قليل زميلي العزيز امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. النهاردة أكيد هيكون الحديث مستمر، وطبيعي جدا خلال الفترة دي يكون الحديث مستمر عن مباراة الأهلي والترجي، وبتحديد مباراة الإياب ما بين الفرقتين في ملعب رادس بتونس. وأكيد مباراة غاية في الأهمية، مش محتاجين إن احنا نتكلم عن أهمية هذه المباراة، لأن هي مباراة بطولة. الفائز إن شاء الله هيتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم للأندية. نتمنى الفائز بكل تأكيد يكون النادي الأهلي حلفه التوفيق في مباراة الإياب إن شاء الله، بعد ما قدر إن هو يفوز في مباراة الذهاب بالتحديد في استاد برج العرب بنتيجة 3-1، نتيجة يعني تعتبر أكيد جيدة بالنسبة للنادي الأهلي، فرق هدفين طبعا أكيد نتيجة مرضية إلى حد ما، لكن الأهم إن شاء الله تركيز النادي الأهلي في مباراة الإياب. استاد رادس وملعب رادس ملعب صعب مش سهل، حتى لو كان النادي الاهلي دايما موفق عليه، لكن دايما حضور جمهور الترجي الكبير والعظيم اكيد جمهور قوي جدا وبيدي دافع كبير طبيعي جدا للاعيبه فريقه، بالتالي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يستغل كل العناصر دي لصالحه ويقدر ان شاء الله ان هو يفوز على الترجي التونسي ويتوج بهذا اللقب الغالي اللي بقى لنا كتير ما بنفوز بيه. ان شاء الله يكون السنه دي او العام ده عام النادي الاهلي في التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين، طبعا بخلاف الكم الهائل من البطولات. النادي الاهلي بيشارك في ثلاث بطولات اخرى سواء الدوري والكاس وايضا البطوله العربيه، فان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في كافه البطولات ان شاء الله، وبدايه من يوم الجمعه القادم المباراه هتكون في تمام الساعه 9 مساء ان شاء الله، تكون اول بطوله من الاربع بطولات بالنسبه للنادي الاهلي اللي بيسعى السنه دي ان هو يحقق رباعيه تاريخيه.
بالنسبه له، يكون اربع بطولات هتكون حاجه جميله جدا وحاجه قويه جدا، وخصوصا النادي الاهلي بيمتلك كل المقومات اللي تساعده ان هو يحقق كافه البطولات اللي ان شاء الله اللي بيشارك فيها، وخصوصا ان عنده جهاز فني قدير ومحترم بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف، واللي بالمناسبه طبعا فازوا ببطوله دوري ابطال افريقيا قبل كده مستر باتريس مع تي بي مازيمبي. كابتن محمد يوسف كانت اخر بطوله للنادي الاهلي كانت معاه في 2013، فبالتالي ان شاء الله الامور كلها تمشي بالشكل الجيد والمطلوب، ويبقى توفيق ربنا ان شاء الله في مباراه الاياب باذن الله يا استاذ محمد. الامور ان شاء الله تكون جيده. عايزين بس نتكلم النهارده عن فقرات الحلقه الاول، وبعد كده نتكلم بشكل مفصل عن المباراه القادمه واستعدادات النادي الاهلي. النهارده الفقره الاولى هتكون من خلال زميلي العزيز استاذ محمد الجندي، اللي هستضيف فيها طبعا الاستاذه دينا الرفاعي عضو مجلس اداره اتحاد الكره، واللي قدرت ان هي تفوز في الانتخابات التكميليه مؤخرا بالنسبه لاتحاد الكره وتحديد مقعد المراه، بصحبه طبعا الكابتن احمد شوبير اللي قدر ان هو يفوز ايضا في الانتخابات التكميليه، كان ناقص مقعدين في اتحاد الكره، الاثنين دول قدروا ان هم يفوزوا، وتحديد طبعا كمان كابتن احمد شوبير كابتن كبير جدا و هيكون اضافه كبيره لاتحاد الكره المصري والكره المصريه بشكل عام، برفقه طبعا استاذه دينا الرفاعي اللي هتكون منورانا ومشرفانا النهارده من خلال الفقره الحواريه الاولى مع زميلي العزيز استاذ محمد الجندي. الفقره الحواريه الثانيه ان شاء الله هكون معاكم، معانا كابتن كبير جدا كابتن حماده صدقي للحديث بشكل مفصل ان شاء الله عن مباراه الاهلي والترجي، سواء المباراه السابقه اللي انتهت طبعا اول امبارح او مباراه قادمه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه القادم، هيكون حديث اكيد مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. الفقره الاخيره هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وهي خاصة بالكرة العالمية، أكيد معظم الدوريات الأوروبية بشكل عام اللي بتلعب سواء امبارح أو النهاردة، وكمان في الشامبيونز ليج يوم الثلاث والأربع، فبالتالي أيضا هتكون فقرة مميزة جدا مع زميلي عمر ربيع ياسين. دي الفقرات الخاصة بالحلقة النهاردة، حلقة الأهلي الليلة أستاذ محمد. لكن الأهم دلوقتي ونحن بنتكلم عليها هي مباراة الأهلي والترجي، أنت شايف المباراة إزاي من وجهة نظرك؟ استعدادات النادي الأهلي مطمن ولا لأ؟ النتيجة مش مريحة قوي، لكن أيا كان أنت بتقابل برضه يعني فريق كبير زي الترجي. أنا كلامك طبعا أسئلتك مهمة جدا يا أمير، والشارع المصري أو الشارع الكروي وخاصة جمهور الأهلي بيتكلم عن ده طول الوقت، إذا كان الفارق فارق الهدفين كافي ولا لأ. هو بلغة كرة القدم الأهلي بيدخل المباراة الجاية إن شاء الله وهو متفوق بهدفين على منافسه اللي هو فريق يستحق أيضا. الحسابات الدقيقة المستوى وموازين القوى والضعف أو أي قصور موجود في صفوف المنافس لاستغلاله بالشكل الأمثل في هذه المباراة، لكن بالحسابات وبالأرقام وبالتفكير العلمي الأهلي عنده ميزة تنافسية كبيرة في اللقاء الثاني في استاد رادس إن شاء الله، لأنه تفوق في اللقاء الأول في برج العرب بهدفين، والفريق من الفرق الكبيرة اللي عندها خبرات، والنادي الأهلي عنده طبعا مجموعة مميزة جدا من العناصر في كافة خطوطه، وعنده نجوم عندهم القدرة أنهم يغيروا موازين أي مباراة في أي وقت لخبراتهم الكبيرة جدا وحجم النجاحات اللي شاركوا في تحقيقها. لما بيكون فريق زي النادي الأهلي وبحجم خبراته وتاريخه وإمكانات لاعبيه الفنية والبدنية والخططية وجهازه الفني المتميز جدا أيضا بقيادة مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف، أعتقد أن ده هيديله الميزة أنه يقدر يستغل أو يستفيد من فارق الهدفين بالشكل الأمثل، وممكن هو اللي يقدر يتحكم أو يدير إيقاع هذه المباراة رغم طبعا قلق الجماهير، وده يستحق طبعا هذه المباراة تستحق حسابات جادة جدا وتركيز شديد، لأن الشوط الثاني لسه في تونس 90 دقيقة كاملة، وبالتأكيد هيكون في رغبة شديدة للتعويض وفي دافع من الجماهير التونسية لفريقها اللي بيمثلها هو الترجي التونسي، لكن إن شاء الله إحنا الأقرب بإذن الله نستطيع أن نخرج كمان بتفوق وبنتيجة مرضية جدا في المباراة الثانية، رغم ما هو متوقع أنها هتكون فيها تنافس شديد جدا فني وبدني وخططي بين الجهازين الفنيين وبين اللاعبين في الملعب، لكن الأهلي قادر وعودنا على أنه هو ولاعبيه ونجومه وكل العناصر المميزه الموجوده فيه، اعتقد انها امير قادره على انها تحسم الامور لصالحنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، ويعني كلنا ثقه اكيد في الجهاز الفني واللاعبين خصوصا في مباراه الجمعه القادم، وان شاء الله يرجعوا لنا من رادس بكاس البطوله زي ما حصل في 2012، وقدر النادي الاهلي ان هو يتفوق على الترجي التونسي. لكن يعني ممكن بعض جمهور النادي الاهلي متفائل، التفاؤل مطلوب اكيد وكل حاجه، لكن لسه المباراه ما خلصتش، هو الشوط الاول هو اللي خلص بتفوق النادي الاهلي نتيجه 3-1، ما كناش نتمنى الهدف ده يخش مرمى النادي الاهلي، لكن ايا كان لسه في مباراة أخرى، لسه في 90 دقيقة تانيين، إن شاء الله يكون التفوق أهلاوي خلال ال 90 دقيقة دول في ملعب رادس، وخصوصا إن هيكون في شغل على الجانب النفسي بالتحديد من قبل الجهاز الفني بقيادة مستر باتريس مع اللاعبين خلال الفترة دي، وخصوصا إن إحنا يعني بنسمع تصريحات كتير جدا من الجانب التونسي، لكن النادي الأهلي متعود بشكل كبير جدا على هذه العقبات والصعاب سواء من ناحية التصريحات من ناحية الأجواء، كل الأمور دي رجالة النادي الأهلي متعودين عليها بشكل كبير.
فبالتالي ان شاء الله الامور تسير في صالح النادي الاهلي ويقدر يتفوق في مجموع المباراتين ويتوج باللقب الافريقي التاسع في تاريخ النادي الاهلي من حيث بطولات دوري ابطال افريقيا، وده الاهم بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. لكن بما اننا بنتكلم عن مباراه الاهلي والترجي ونهائي البطوله الافريقيه، بالمناسبه لسه في خبر نازل على موقع الاتحاد الافريقي لكره القدم وهو خاص بتاجيل قرعه الخاصه بالبطوله المقبله واللي كان مقرر ان هي هتقام على طول مباشره بعد انتهاء بطوله دوري ابطال افريقيا. كان المفروض القرعه تبقى امبارح، اتاجلت لاقرب وقت قادم، وده طبعا بسبب البطوله الكونفدراليه واللي هيكون طبعا النهائي بتاعها لسه قدامه شويه، فبالتالي هيتم تعديل القرعه او هيتم طبعا عمل القرعه لاحقا في وقت قريب جدا. ده خبر اكيد ده كان مهم ايضا، وخصوصا النادي الاهلي طبيعي ان هو ان شاء الله هيشارك في هذه البطوله. نتمنى بس الاول الاهلي يكون موفق في البطوله بتاعت السنه دي ويفوز على الترجي، وبعدين يتاهل كاس العالم للانديه ويؤدي اداء جيد، وان شاء الله عندنا طموح كبير جدا في البطوله دي، واكيد خطوه خطوه ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق بشكل عام. كمان من ضمن الاخبار المهمه وهي خاصه بفريق النادي الاهلي والبرنامج اللي هيكون خاص بيه واللي اعلنه الكابتن محمد يوسف خلال سفره لتونس عشان يؤدي مباراة الإياب أمام الترجي. الفريق إن شاء الله الساعة 8 الصبح يوم الثلاث، يعني بعد بكرة إن شاء الله الفريق هيتوجه لتونس في رحلة أعتقد إن هي تبقى حوالي 5 ساعات، تونس العاصمة أكيد، وهينزلوا هناك في أحد المقرات اللي بينزل فيها النادي الأهلي بشكل دائم في المباريات المهمة والمصيرية، وأكيد إن شاء الله يكون الأمور كلها مهيئة. هيسبق البعثة طبعا كابتن سمير عدلي عشان يهيئ كل الظروف بالنسبة لفريق النادي الأهلي والإقامة وملاعب التدريبات. خلينا أقول لكم إن التدريب الأول هيكون مساء يوم الثلاث إن شاء الله، يعني الفريق هيوصل يوم الثلاث صباحا، مساء إن شاء الله هيكون في المران الأول بالنسبة للنادي الأهلي في العاصمة تونس استعدادا لمباراة الترجي، وهيكون على ملعب الجامعة التونسية وهو خاص بالمنتخب التونسي اللي بيأدي على طول تدريباته في هذا الملعب. وبالمناسبة النادي الأهلي كل ما بيسافر هناك بيتمرن على الملعب ده أول التدريبات الخاصة بيه. بعد كده اليوم الثاني إن شاء الله اللي هو يوم الأربعاء هيكون في تدريب آخر بالنسبة لفريق النادي الأهلي، حتى يوم الخميس إن شاء الله اللي هيكون المران الأساسي والأخير بالنسبة للفريق في ملعب رادس واستاد رادس، وهيكون في نفس توقيت المباراة المقرر ليها إن شاء الله الساعة 9 مساء. كل الأمور إن شاء الله هتكون ماشية بالشكل المناسب والشكل الجيد في صالح النادي الأهلي عشان نطمن على الفريق بشكل أكبر، وخصوصا إن هم استأنفوا أستاذ محمد النهاردة تدريباتهم بعد المباراة أول أمس. امبارح كان راح الفريق استأنف تدريباته عشان يستعد لمباراة الترجي التونسي. عشان كده خلينا نروح سريعا استضيف على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. نور زميلي امير، تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمد ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. شريف طبعا طمنا على مران الفريق النهارده اللي استأنفوا استعدادا لمباراه الترجي التونسي، هذه المباراه المصريه، عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي من خلالك الاستعدادات ماشيه ازاي، حالات لاعبي النادي الاهلي بالتحديد المصابين، الامور كلها طمنا عليها وطلعنا على هذه الامور يا شريف. يمكن التدريب كان في الساعة 4 عصرا، يمكن سبقوا محاضرة للجهاز الفني بقيادة مستر كاستيرون مع اللاعبين، حسهم على الفترة المقبلة، المباراة المقبلة لا تقبل الخصم على سنين، المباراة المقبلة ال 90 دقيقة اللي فاتوا خلاص نمت نتيجة المباراة خالص ونبدأ من جديد، 90 دقيقة جديدة، مباراة صعبة جدا، أجواء جماهيرية، مباراة هتبقى الاستاد مليان على آخره، فلازم اللعبة تركز ما تحطش النتيجة الماضية في حساباتها، نبدأ من جديد 0-0 ونلعب ونكسب هناك في تونس لإحراز اللقب المرة التاسعة. حلم كاس العالم، حلم الاهلاويه، حلم الجماهير، حلم اللاعبين، حلم مجلس الاداره، حلم كل من ينتمي للمنظومه الاهلاويه في مصر. يمكن حضر طبعا التمرين رئيس مجلس الاداره نجم مصر الكابتن الكبير محمود الخطيب للشد من ازر اللاعبين، يمكن وليد سليمان وازارو حمودي يمكن اكتفوا في المشي في الملعب دون حذاء يمكن علشان خاطر الارهاق والمباراه اللي فاتت، تدريبات استشفائيه يعني تعتبر تمام، حاجه استشفائيه. يمكن حمودي الوحيد اللي عنده مشكله في الانكل، عنده مشكله في الركبه، ولكن بكره هتعمل له تيست وهيشوف. ودي بالمناسبه اصابه جات له اثناء احتفاله بالهدف الثاني لعمرو السوليه تقريبا. للاسف الشعار بتاع مين كان مغطي زي بير كده صغير في التراك، هو للاسف سقط فيه، لكن الحمد لله باذن الله ان شاء الله هيلحق ويكون سليم ويكون جاهز للمباراه العوده باذن الله. يمكن اللاعبين اللي شاركوا في المباراه اكتفوا
في تمرين استشفائي يمكن جري او حول الملعب ثم تمرينات للجيم ومغادرات النادي. يمكن بكره باذن الله يشاركوا في التمرين بصفه طبيعيه. باقي اللاعبين يمكن كان على راسهم ميدو جابر اللي شارك في جزء من المباراه السابقه، يمكن كان ادوا تمرينات بدنيه شاقه جدا تحت قياده طبعا ليندمان وكابتن حسين عبد الدايم، ويمكن ادوها بشكل متميز وكان في تقسيمه بعدها. يمكن الكابتن مصطفى كمال تمرينة الحراس بشريف إكرامي وعلي لطفي تمرينة قوية جدا وأدوها بشكل قوي جدا. طبعا الشناوي شارك مع المجموعة اللي ما شاركتش في التمرين. يمكن أجاي النهاردة تأهيله بيتحسن يوم بعد الآخر، النهاردة جريته ما فيهاش زك خالص، أجاي بدأ يقترب من العودة، يمكن بإذن الله يكون طبعا جاهز في شهر يناير يلعب على طول مبارياته عشان هو طبعا غير مقيد. يمكن للأسف صلاح محسن يمكن في التمرين في اخر التمرين كان هو اغمى عليه، كان في اغماء ليه، فالدكتور على طول اسعفه وقال لك هو كان واخد خطه في القصبه الهوائيه، فعشان كده هو اللي حصل له عملته الاغماء ديت، لكن حاجه خفيفه الحمد لله خالص. حاجه خفيفه خالص، هي خطه كدمه خفيفه فهي دي اللي عملته الاغماء. احمد فتحي اكتفى النهارده بتمرينات الجيم وتمرينات الحمام السباحه علشان خاطر العضله الاماميه. يمكن هشام محمد اكتفى طبعا بتأهيلات الجيم ايضا والجري حول الملعب تأهيل. يمكن من النظره الاولى ممكن نقول يعني من صعوبه لحاق احمد فتحي وهشام محمد، كل شيء وارد، كل شيء وارد الايام القادمه، ولكن من الشكل العام يعني ممكن نقول استبعاد فتحي وهشام، لان السفر هيكون بعد بكره الساعه 8:15 صباحا. يمكن مجد الجهاز الفني بقياده طبعا مستر كارترون والكابتن محمد يوسف قرر بكره يكون التمرين الساعه 9:30 صباحا علشان يتركوا مساحه كبيره للاعبين علشان يقعدوا طبعا مع اسرهم، لان هيكون السفر بعد بكره في الصباح الباكر. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين زميل انيل. تمام، بشكرك شكرا جزيلا شريف شعبان مرئيس قناه النادي الاهلي، واللي قال لنا كل التفاصيل الخاصه بمران الاهلي واستئنافه للمران النهارده استعدادا لمباراه الترجي ان شاء الله يوم الجمعه القادم. يعني امور كثيره اتكلم فيها. احمد فتحي خلاص يعني بنسبه كبيره يعني شبه رسمي خلاص احمد فتحي مش هيكون متواجد ومش هيعرفك بس في النادي الاهلي، وخصوصا ان هو عنده تمزق خفيف في العضله الاماميه، وده على حسب تصريحات طبعا دكتور خالد محمود ان خلاص احمد فتحي يعتبر خارج المباراه. هشام محمد اللي لسه فيه امال، واكيد على فكره مهم هشام محمد يكون متواجد، نتمنى ليه الشفاء سريعا. انا حسب الاستراتيجيه والسيناريو اللي هيلعب بيه مستر باتريس كارترون ممكن ان هو يحتاج بشكل كبير لهشام محمد احد اللاعبين ايضا المميزين، لكن اكيد زي ما قال شريف شعبان في محاضرات كتيره من قبل الجهاز الفني بالتحديد هيكون على المباراه الاخيره بتاعت يوم الجمعه السابق واللي انتهت فوز النادي الاهلي 3-1. هيكون الكلام على بعض النقاط القوه والضعف في فريق الترجي، وكمان بعض الاخطاء اللي ممكن يكون وقع فيها لاعب النادي الاهلي، واللي ادى بالمناسبه مباراه جيده طبعا في الظروف الحاليه، وبالتالي اكيد ده كان شيء مميز ومهم جدا. الشيء الاهم هو خاص برئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، واللي دايما بصراحه بيأزر الفريق بشكل قوي جدا في الاوقات الصعبه. يعني شفنا بصراحه كابتن محمود الخطيب كان متواجد في اسكندريه واستقبل الفريق فور وصوله لمقر اقامته في برج العرب، ده كان شيء مميز، وقعد معاهم اليومين كلهم اللي كانوا قبل المباراه حتى انتهاء المباراه، طبعا حضر المباراه من ارضيه الملعب. الجميل كمان كابتن محمود الخطيب المفروض ان هو عنده رحله علاج خارجيه، فبالتالي هو قرر الغاء هذه الرحله رغم حاجته الشديده ليها، وقرر ان هو يرأس بعثه النادي الاهلي لتونس علشان يكون مع اللاعبين في وقت مهم وصعب زي ده. يعني اكيد خطوه مهمه ومميزه منه، وفي نفس الوقت نتمنى له يعني ان الامور الصحيه بالنسبه له تكون كويسه برضه، لان دي ايضا شيء مهم جدا بالنسبه له وبالنسبه لنا كلنا كاهلاويه. كابتن محمود الخطيب اكيد رمز كبير من رموز الكره المصريه والنادي الاهلي، فبالتالي مرافقته لبعثه النادي الاهلي هتكون شيء مهم جدا. ده فيما يخص النادي الاهلي واستعداداته للمباراه المقبله، وهي المباراه المهمه والمصريه. لكن في خبر اخر ومهم جدا ايضا، وهو خاص بقائمه المنتخب المصري استعدادا لمباراه تونس في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون 2019. خلاص المنتخب التونسي والمنتخب المصري تاهلوا بشكل رسمي، لكن المباراه اكيد لازم هتكون متواجده، فبالتالي هتكون مباراه مهمه، لان خصوصا مصر وتونس اكيد تبقى مباريات فيها قوه ونديه حتى لو فرقتين تاهلوا. لكن الشكل الجيد او الشيء الجيد ان مستر اجيري المدير الفني للمنتخب المصري والنيازو المعاون اعلنوا خلاص القائمة المحلية الخاصة بهذه المباراة، واللي شهدت عودة عمرو السولية منذ فترة كبيرة جدا للانضمام للمنتخب. هو يستحق بصراحة مش الفترة دي بس،
لا يستحق من فترات كبيره جدا ان هو يكون متواجد في المنتخب، ولاعب مهم قوي عمرو السوليه بصراحه، هيكون اضافه كبيره جدا لخط وسط منتخب مصر خلال المرحله المقبله. خلينا اقول لحضراتكم سريعا القائمه المحليه، وهي خاصه بايمن اشرف، محمد الشناوي، عمرو السوليه، مروان محسن، محمد هاني، وصلاح محسن، دول من الاهلي ست لاعبين متواجدين في المنتخب. من الزمالك محمود عبد الرحيم جنش وطارق حامد ومحمود حمدي الونش، وايضا دول اللي من الزمالك حوالي ثلاث لاعبين او اربع لاعبين، لا ثلاث لاعبين بالتحديد. ايضا من بيراميدز محمد حمدي واحمد ايمن منصور، من الاسماعيلي باهر المحمدي، من وادي دجله محمد محمود احد اللاعبين المميزين جدا، الاسم ده نحطه تحتيه كده كم خط يعني، ومحمد ابو جبل من سموحه، واسلام جابر من الداخليه، وطاهر محمد طاهر ايضا من مقاولين، لاعب جيد ومميز جدا. دي القائمه المحليه، وكان خلاص تم اعلان قائمه المحترفين، واللي بتضم كل من احمد المحمدي من استون فيلا الانجليزي، واحمد حجازي من ويست بروميتش الانجليزي، والنني من ارسنال، ومحمد صلاح طبعا من ليفربول، وتريزيجيه من قاسم باشا التركي، عمرو ورده من باوكا اليوناني، محمد عواد من الوحده السعودي، سام مرسي من ويجان اتلتيكا الانجليزي، وحسين الشحات من العين الاماراتي، علي غزال من فرانكوفر الكندي، وعمرو طارق من اورلاندو سيتي الامريكي. دي القائمه الخاصه بالمنتخب الوطني، بالمناسبه عندهم مباراه امام تونس ومباراه اخرى هتكون في الامارات، مباراه هتكون وديه، فبالتالي ده اكيد شيء مهم ومميز جدا. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري. لو عندك اي تعليق يا استاذ محمد عن قائمه المنتخب، وخصوصا بالتحديد بصراحه، لا مش على قائمه المنتخب يعني. ما عنديش تعليق على قائمه المنتخب، عندي بس طلب انه يعاد النظر في ما يتعلق بوليد سليمان بصراحه، لان وليد سليمان فرض نفسه في الفتره الاخيره بشكل غير مسبوق على كل الاراء، كل المتخصصين في اجماع على ان وليد سليمان بنتكلم انه لاعب مميز اصلا، لاعب مهاري عنده قدرات خاصه، بيقدر يحل الكثير من الامور اللي بتحصل او المواقف المعقده في اي مباراه، لكن وليد سليمان وصل لمرحله من النضج بلغه كره القدم، يقدر النهارده ان هو فعلا يضع نفسه في مكانه متميزه جدا في الدوري المصري. يعني لو بنختار ثلاث او افضل ثلاث او اربع لعيبه في الدوري المصري كله، ما اعتقدش ان في اي مدرب عنده خبرات او اي محلل فني ممكن يستبعد من الاسماء دي وليد سليمان. اعتقد ان هو بيتحدى نفسه كل فتره، لما بيكون خارج حسابات المنتخب بيدخل في تشالنج او في تحدي جديد مع نفسه فني وبدني، وتاثيره في الملعب كمان، وبيقول للجميع انه مش من النوع اللي بيحبط بسهوله، من النوع اللي بيجتهد، بيركز في شغله، بيتصرف بطريقه احترافيه، واعتقد انه يستحق الفتره اللي فاتت باجماع الاراء انه يكون في المنتخب وبقوه، وانه كمان هيكون مفيد وعنصر مؤثر جدا، نتمنى ان يعاد النظر بالنسبه لوليد سليمان. لكن في امور ثانيه كتير هنتكلم عنها، يعني عندي بعض الملاحظات. ابسط حاجه اللي قاله زميلنا مراسل قناه الاهلي شريف شعبان لما قال انه حد من اللاعبين، واحد من لاعبي الاهلي، اذا كنا بنتكلم عن حمودي او اي لاعب اخر او حتى من اي فريق اخر في مصر، اصيب لان شعار النادي كان مغطي على بير في التراك حسب كلامه. دي حاجات بسيطه ممكن تمر علينا بشكل عابر، لكن احنا لازم نتكلم عن معايير السلامه والامان للاعبين بشكل احترافي طبعاً، يتماشى مع رغبتنا في تطوير الرياضه ومنظومه كره القدم في مصر في الفتره الجايه، ومنها طبعا تأمين كل التفاصيل اللي ممكن تعرض أي لاعب لإصابة، وإحنا بنتكلم عن لاعبين محترفين ومؤثرين في أنديتهم، وكمان بيمثلوا قيمة مالية ضخمة جدا وتسويقية لأي نادي، ولهم تأثير على نتائجه. الحاجة الثانية، النقطة الثانية اللي هنتكلم عنها، فكرة إنه بنستبعد أي أمور فيها قدر من التعصب في الفترة الجاية، لأنه إحنا بنقول العلاقات مع كل الأندية ومع كل المنتخبات بتسير بشكل أكتر من رائع، احترامنا للجميع بلا حدود، سواء منتخب مصر واحترامه لكل المنافسين أو النادي الأهلي واحترامه لكل المنافسين. عشان كده نتمنى أن تخرج مباراة الأهلي والترجي بشكل راقي جدا، يليق بالفريقين، مناسب لقيمة واسم الناديين العريقين، وأيضا بعدها بأيام هيكون بنستضيف وبنشرف باستضافة منتخب تونس لمواجهة نظيره منتخب مصر طبعا بيننا هنا على ملعبنا وبين جماهيرنا، وإن شاء الله تكون اللقاءات دي كلها على مستوى هذه المنتخبات الكبيرة أو هذه الأندية. أيضا عندنا حاجة تانية عايزين نتكلم عنها بشكل سريع جدا قبل ما نبدأ في استقبال ضيوفنا وقبل ما ننتقل للفاصل، وأول ضيفة معنا النهاردة الدكتورة دينا رفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. انه بعض الجماهير، لو بنتكلم عن مشجع مش اهلاوي، مشجع لاي فريق اخر، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد سكندري، مقاولين، الى اخر الانديه، امر ممكن يبقى مفهوم انه مش بيشجع الاهلي بحراره شديده، هو مش اهلاوي وعنده انتماء لنادي اخر، وده امر بنفهمه. لكن فكره ان نلاقي حد غضبان او حزين او عنده حاله نفسيه او حاله اكتئاب ان الاهلي كسب على ملعبه وهو بيلعب فريق من خارج مصر، اعتقد ان ده امر المشجع ده لازم يقف مع نفسه وقفه ولازم يفكر، لان اللي احنا عرفناه طول عمرنا او اتعودنا عليه ان احنا بنحب انديتنا
وبنحب كياننا في الرياضة المصرية وهويتنا المصرية، ولو أنا مش مشجع زملكاوي أو اسماعيلاوي أيضا مش بشجعهم وقف معهم في كل لقاءاتهم أو منافساتهم، لكن بالتأكيد بيسعدني نجاحهم لو مع منافس غير مصري، منافس عربي أو أفريقي. عمري ما هحزن أن الزمالك أو الإسماعيلي أو المقاولين أو المصري حقق بطولة على حساب منافس عربي أو أفريقي، لأنه مش منطقي أن حد يغضب أن فريق من بلده يتفوق على فريق من بلد آخر، ودي هي طبائع الأمور أو ده المنطق في المنافسة الرياضية اللي احنا نعرفه أو اتربينا عليه وفهمناه من زمان. فبس اللي غضبان او زعلان قوي بيقول نتمنى التعويض، مشجع مصري ممكن يقول نتمنى ان يعوض فريق الترجي على ملعبه في رادس، دي تبقى حاجه هو لازم يراجع نفسه فيها ولازم يفكر هو بيقول ايه واذا كان ده يتفق مع المنطق ولا لا. عموما احنا لسه عندنا فقرات كتير مستمرين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل هنبدا في اولى فقراتنا النهارده، وهنستقبل الدكتوره دينا الرفاعي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وبنتذكر دايما انه الحالات بتبقى قليله جدا اللي بتكون فيها سيده عضو في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في مصر او مسؤوله من المسؤولين عن كره القدم لامور كثيره جدا تتعلق بحجم الاهتمام النسائي بكره القدم او بعالم كره القدم، وده اتغير حديثا وبقى زاد بنسبه كبيره، لكن المواريث في مجتمعنا كانت بتقول ان حتى اهتمام النساء كان اكتر كتير برياضات اخرى بعيدا عن عالم كره القدم. عشان كده بيبقى امر يستحق وقفه لما نلاقي سيده موجوده وبتمثل الكيان الاكثر تاثيرا في عالم كره القدم في مصر او اللي بيدير منظومة كرة القدم في مصر. معانا ومعاكم في هذا اللقاء طبعا من أحدث الأعضاء المنضمين للاتحاد المصري لكرة القدم، مع النجم الكبير الكابتن أحمد شوبير الزميل والصديق العزيز والإعلامي الرياضي ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اللي بقدم له كل التهنئة وبتمنى له كل التوفيق في تجربته وليست الأولى في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة. انضمت ايضا ضيفتنا في هذه الفقره وفي هذا اللقاء في الاهلي الليله الدكتوره دينا الرفاعي، نجحت في الانتخابات التكميليه واصبحت واحده من اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، بنتمنى لها أيضا كل التوفيق وإن شاء الله يكون لها بصمة وتأثير كبير وإضافة على الخبرات أو الكوادر الموجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم. دكتورة دينا أهلا بحضرتك. أهلا بك، سعداء بوجودك معنا وألف مبروك النجاح في الانتخابات. أنا أسعد طبعا وفرصة سعيدة أتواجد معاكم النهاردة والله يبارك في عمرك، ربنا يقدرك. دكتورة دينا، هنبدأ بتعريف سريع للسادة المشاهدين، من هي دكتورة دينا الرفاعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دينا الرفاعي هي دينا محمد عبد الحميد رفاعي، بنت فاقوس الشرقية، حاصلة على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية جامعة حلوان، ماجستير تربية رياضية. كنت أول رئيس مجلس إدارة مركز شباب لمدينة فاقوس على مستوى الجمهورية بانتخابات وتحت إشراف قضائي 2011. بعد كده كنت عضو منطقة الشرقية لكرة القدم، وحاليا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم إن شاء الله. طيب التجربة جت إزاي إنك تهتمي بهذا النوع من العمل أو هذا النوع من المسؤوليات، إنك تصلي لتولي مهمة رئاسة مركز شباب في الأقاليم، هو مركز شباب فاقوس، إيه السبب؟ بصراحة وبابا يعني والدي له دور كبير جدا في الموضوع، هو رياضي وكروي من الدرجة الأولى، كان عندنا هو كان دايما في مجال الكورة ولعب الكورة وكده في مركز شباب فاقوس، فمن صغرنا احنا عارفين ده حياتنا، هو الكورة ماتشات كورة مرتبطين جدا بالمكان، يعني في مش ألفة بقى تحس ان هو بيتنا، يعني في ماتشات في يروح يجيب لهم نفسي عضو مجلس إدارة بعد كده بقى رئيس مجلس إدارة، فالموضوع بالنسبة له كان كيان مهم بالنسبة له يحافظ عليه جدا. كان ليه طبعا أعضاء في المجلس معاه بيهتموا بالموضوع، لحد ما أنا يعني خلصت كليتي وخلصت الماجستير كده الدراسات العليا بتاعتي، فبعدين لقيت نفسي غصب عني كده ما كانش فيه ساعتها كوادر عايزه تدخل المجال ده، كان في توقيت صعب جدا 2011 ده صعب جدا جدا لو تفتكر. فتره كانت صعبه جدا طبعا، فتره كان فيها يعني حتى النشاط الرياضي كان اكتر نشاط متضرر بالظبط كده، وبالذات ان مركز شباب مشكلته كبيره جدا ان هو مسؤوليته تفريغ الطاقات فيها للشباب، فهو لازم يبقى موجود على طول حد مسؤول عنه ويهتم بيه عشان خاطر الشباب موجودين فيه. فساعتها بقى كلمت انا ووالدي فتناقشنا طب ايه ندخل الانتخابات، فدخلت الانتخابات
وربنا كرمنا بنجاح يعني برضو كان قطع النظير طبعا، يرجع لسمعة والدي اللي قبلي طبعا، هو اللي كان ليه الفضل الاول عليه عند ربنا. عنده خبرات اداريه وله شعبيته في المكان طبعا اكيد، يعني مما لا شك فيه. كنت لسه داخله المجال الجديد لكن اسمه كان هو الاول شفيع ليا في الموضوع دوت، وربنا كرمني بالنجاح. وبعد كده بقى قدرت اتعامل بقى مع الوسط ده، وبقيت جواه العمل التطوعي والرياضي، وشفت مشاكل مراكز الشباب عامله ازاي، وكنت عضو جمعية عموميه، بروح الاتحاد واتقابل مع اعضاء مجلس الاداره واشوف الدنيا ماشيه ازاي، ايه المشاكل بتاعتنا وايه المشاكل اللي في الاتحاد. خلينا ناخد من التجربه دي يا دكتوره دينا، نتعرف منها على شكل عام، مش بس مركز شباب فاقوس، مراكز الشباب في مصر من وجهه نظرك بعد تجربتك كرئيسه لمركز شباب في الاقاليم، مشاكلها ايه؟ ايه اللي محتاجاه في الفتره الجايه؟ ايه الحاجات اللي اصطدمتي بيها قوي في المكان؟ ان مراكز الشباب في مصر كلها، او بمعنى اصح البعيده، يعني لو هنتكلم عن مركز القاهره فيه اهتمام كبير جدا بيه، لكن احنا بنتكلم على الشرقيه، اسوان، الاقصر، الاماكن المحافظات البعيده دي كلها، الفيوم كده، ده كله ما فيش اهتمام بيه. احنا بنهتم بالقريبين جدا، مع ان اكتر ناس محتاجين الاهتمام الاقاليم. ليه بقى؟ لان الاقاليم دي بقى فيها اكتر قطاع من الناشئين والبراعم في الاقاليم، اكتر ناس بيبقى عندهم الفطره في موضوع كره القدم ده، واللعبه الاساسيه عندهم هي كره القدم، ومفيش امكانيات، مفيش دعم، مفيش اهتمام لا من وزاره الشباب والرياضه ولا من الاتحاد، يعني عشان بعيده عن النظر، مفيش سبوت عليها. اجهزه الدوله لازم نشتغل على الموضوع ده، مهم جدا ان احنا نبدا مش من القاهره، لا معلش انا مش عايزه ابدا من القاهره، الاساس طبعا وكل حاجه، بس الاقاليم اهم ان انا ابدا منها عشان اطلع للقاهره. يعني كنتوا بتحتاجوا تمويل، ادوات، ملابس رياضيه، اي حاجه من الاحتياجات او الامور اللوجستيه المطلوبه لاي مركز شباب، كنتوا بتتصرفوا ازاي وبتعملوا ايه وبتحلوا الاشكاليات دي ازاي؟ اجتهادات ذاتيه، مجهود ذاتي، اعضاء مجلس اداره بيحاولوا يساعدوا بعض، رجال اعمال نحاول، بدانا بعد كده بقى عمل موارد ذاتيه للمركز، عمل سور للمركز يبقى كله محلات عشان يدخل دخل المكان. ونجحت التجربه؟ نجحت لكم يعني طبعاً بدرجه أكيد. طبعا اكيد بقى في دخل شهري للمكان بيقدر يصرف عليه الى درجه معينه يعني. طيب يعني كانت الموارد اكتر في البدايه بتعتمد على العمل التطوعي او يعني التبرعات من رجال الاعمال؟ طبعا تبرعات، ورئيس مجلس الاداره بيشيل الليله اكتر يعني الأكبر. طبعا، لان هو اللي بقى اهم، يعني هو اكتر حد بيبقى عايز المكان ده ما يقعش يعني. طيب واتصالكم مع دوائر صناعه القرار في الرياضه في مصر لما كنتوا بتكلموا الوزاره او الجهه المركزيه اللي انتوا تابعين لها، كان بيبقى المردود ايه؟ والوقت بتاخده قد ايه علشان تقدروا تلاقوا استجابه لطلب للمركز؟ مفيش استجابه، احنا بنتكلم وكل حاجه بنتواصل بس مفيش رد فعل. حاضر حاضر حاضر، مفيش، ما بيحصلش، ما بيتحققش بقى انه يوفر لكم الحاجات المطلوبه دي. لا لا لا، يعني قليل جدا 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 بنسبه ضئيله. انا واقعيه شويه، ما بحبش اجامل في الحاجات دي بالذات، لان احنا عايزين الاصلاح، عايزين الصح. فانا اتمنى ان يكون في اهتمام من اجهزه الدوله المعنيه ان هي تهتم بمراكز الشباب والانديه بتاعه الاقاليم دي اهتمام اكبر بكتير من اللي وضح دلوقتي. طيب من مركز شباب فاقوس كان في كمان تجربه في منطقه الشرقيه لكره القدم. ليه منطقة الشرقية لكرة القدم وليه الاهتمام بقى بكرة القدم تحديدا؟ يعني مركز الشباب هنقول ان ده في البيئة المحيطة بيكي والمكان اللي احتكيتي بيه والأسرة كانت مرتبطة بالمكان، لكن وصلتي بقى لدرجة مختلفة من الاهتمام بكرة القدم، ليه منطقة الشرقية لكرة القدم؟ والله كان بصراحة منطقة الشرقية لكرة القدم كان جاي التعيين دوت من خلال مجلس إدارة الاتحاد واللواء ثروت سويلم، لأنه طبعا نائب عندنا في المحافظة الشرقية، فهو كان أول واحد طرح اسمي في الموضوع دوت، تم التعيين ليا. صراحة انا ما كنتش مجهزه لها او ما كنتش متوقعاها، بس انا اتعلمت ان انا قدام دخلت مكان لازم اعمل ده. كان بعد رئاسه مركز شباب فاقوس؟ بعدها. يعني عشان اكتسبتي بقى خبرات اداريه؟ بعدها. كنت عضو جمعيه عموميه، كنت بروح الاتحاد بقى وليا يعني حوارات وكلام، وليا فكر ان انا عايزه اوصل برضو فكر مجلس الشباب بتاعنا، ايه المشاكل اللي عنده، ايه التواصل مع الجمعيه العموميه، التواصل مع الاتحاد وكده يعني. فكنت من خلال بقى وجودي في عضو منطقه الشرقيه لكره القدم، دخلت اهتميت جدا ان انا ارجع، يعني كان المناطق في الفتره اللي انا دخلتها ما فيش دور للمناطق دلوقتي، ده اللي انا شايفاه، ان هي دور تنفيذي بس لا اكتر ولا اقل. فلقيت ان انا لازم اشتغل بقى على نفسي وعلى الناس اللي حواليا، يعني عملت اول حاجه دوري اكاديميات لكره القدم النسائيه، بعد ما بقاش في كره قدم نسائيه في مصر بعد الدكتوره سحر الهواري طبعا، كل حاجه توقفت، العقد اللي كانت عاملاه وكان شكله حلو قوي انفرط. فانت كده دلوقتي بتحاول بقى تعمل حاجه واحده على النطاق بتاعي، انا كنت على قد محافظه الشرقيه، فعملت دوري اكاديميات، قعدت مع مدربين كره القدم وبدانا نتكلم ان احنا عايزين نرجع كره القدم النسائيه. الفكره كانت مقبوله جدا جدا وكان عليها اقبال كويس جدا.
من المدربين، اتكتفنا مع بعض عشان نعمل دوري محترم، وبصراحه كان حاجه محترمه جدا. عملنا ليه انطلاقه محترمه من مدينه فاقوس عندنا، وكان النهائي بتاع الدوري كان من نادي بروسيا العاشر من رمضان، وتشرفنا بالحضور النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد كفكره ان كره قدم ونسائيه، وبصراحه كان عندنا ضيوف كتير حاضرين انبهروا بالحدث. طب بعد الحدث ده وبعد نجاحه، هل بدات تلاقي في الوقت ده اهتمام اكتر من المسؤولين ومن اتحاد الكوره عن تطوير منظومه الرياضه وكره القدم في الشرقيه في الفترة دي ولا لا؟ ولا الحدث وانتهى الحدث فرجعت الامور زي ما هي؟ الحدث وانتهى الحدث، ما هو لا انا بالنسبة لي ما فيش حاجة بتنتهي، انا لازم اكمل في حاجة دي، انا بجاهد واجتهد ان انا اوصل الحاجة بتاعتي ان انا تظهر وتبقى تظهر للنور بطريقة تستحق، ان لان كرة القدم النسائية موجودة، هي موجودة عندنا، عندنا بنات بيلعبوا وعندهم طموح وعندهم اداء كويس جدا، بس محتاجين ان المنظومة تشتغل صح، المنظومة تبقى بادية من القاعدة عشان توصل بيها لقمة الهرم. لكن هو ده مش موجود دلوقتي، او معنى اصح لسه هيبدا يشتغل، او ممكن من خلال وجودي انا في الاتحاد ان شاء الله، ان ربنا كرمنا وقدرنا نعمل كده، ان احنا نساعد على نشر لعبه كره القدم النسائيه بطريقه علميه، دي اهم حاجه تبقى علميه تعليميه وبطريقه منظمه، بحيث ان احنا نشتغل على ان في عندنا قطاع براعم وناشئين للبنات زي وزي بالظبط قطاع الناشئين والبراعم للبنين، هنلاقي قاعده عندنا عريضه جدا، لما نلاقي قاعده عريضه هتطلعنا منها بنات بيمثلونا وشغالين معانا ويلعبوا في المنتخبات ويمثلوا مصر بره، فده هيساعد كتير، بس هو هياخد مجهود طبعا مما لا شك فيه، وتمويل وتمويل واهتمام ودعم قوي جدا جدا، مش دعم مادي بس، لا احنا لازم يبقى دعم مادي ومعنوي وان احنا نقف جنبهم بالظبط كده. طيب هل ده هيبقى اسهل عليك انك تحققيه بعد ما دلوقتي حضرتك نجحتي في الانتخابات وبقيتي عضوه في اكبر كيان بيدير كره القدم في مصر، اكبر كيان مسؤول رسميا عن كره القدم؟ ده حقيقي. هل هتقدري من خلال عضويتك في الاتحاد مع الكوادر الموجوده في الاتحاد زملائك في مجلس الاداره انك تحققي حاجات كتير اسهل عليكي كعضو مجلس اداره للاتحاد؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا طبعا عندي طموح ده أن أنا أحقق الحاجات دي كلها، وإن شاء الله مش هشتغل عليها، وطبعا أنا مش هقدر أعمل حاجة لوحدي، لازم طبعا مساعدة جميع أعضاء مجلس الإدارة، وطبعا رأسهم رئيس مجلس الإدارة الكابتن هاني بريدة، لأن الاتحاد المصري لكرة القدم اسم لا يستهان به، اسم كبير جدا جدا زي ما حضرتك قلت، أكبر اتحاد موجود في مصر، أكبر شريحة بيشتغل عليها كرة القدم اللي هي موجودة أساس الرياضة في مصر، فأكيد إن شاء الله لو تعاوننا مع بعض وكتفنا مع بعض، أنا بحلم إن شاء الله إن يكون يرجع ترجع كرة القدم النسائية بقوة وعلى أسس وعلى قدم، يعني ما تبقاش عبارة عن عندي دوري بس مسابقة بس موجودة وتحت ما فيش حاجة، لا أنا نفسي تبقى حاجة زيها زي كرة القدم البنات. إيه تاني لو أهدافك بترتبيها إن أولها عودة المنافسة في قطاعات وأعمار مختلفة على مستوى كرة القدم للسيدات، ايه تاني؟ ايه الاهداف التانية اللي بتتمني او هتشتغلي على تحقيقها وعلى عرضها ومناقشتها مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد في الفترة؟ الاهتمام بقطاع الناشئين والبراعم بشكل افضل من كده، من خلال برضو الاقاليم مدن الصعيد، مدن الصعيد عندنا وعندنا محافظات ابلي وكده، لازم نهتم بقطاع الناشئين جدا جدا، لان احنا عندنا دلوقتي لو فكرت في كل واحد عندنا مين بيلعب، كابتن محمد نني اذا كان او محمد صلاح، احنا كلنا لو ركزت معاهم كده شفت السي في بتاعهم هم جايين منين هتلاقيهم كلهم من الصعيد من الاقاليم، من الاقاليم، اذا احنا عندنا بذره محترمه جدا في الاقاليم لازم اهتمام بيها ومراعاتها بطريقه افضل من كده عشان تطلع لنا نتائج المحترم ده. طب هل محتاجين ندور على العناصر المميزه في الاقاليم، ولما نشوف العنصر ده مميز وعنده كفاءه وعنده موهبه نحاول ننقله سريعا للانديه المميزه في مصر، ولا بتفكري في اننا ننشئ مؤسسات رياضيه قويه في الاقاليم وفي الصعيد رغم ضعف الامكانيات هناك؟ لا طبعا لازم يبقى في الصعيد والاقاليم مؤسسات رياضيه محترمه تهتم بالقطاع الناشئين، ده اهتمام قوي جدا على اساس ان هو بيطلع لنا الكوادر دي، وفي نفس الوقت انا مش هاخد بس هو العنصر الكويس واسيب الباقي، طب ما انا الباقي ده محتاج برضه ان اهتم بيه عشان يطلع لي عناصر اكتر،
هي الموضوع لازم يبقى فيه توالي واهتمام يعني متكرر، مش ان اهتم فتره واسيب، لا. يعني محتاجين كيانات رياضيه يتم انشائها في الاقاليم. اكيد طبعا، اكيد طبعا، لازم 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 يبقى فيه. هنقدر نوفر ده؟ تمويله ممكن يبقى منين؟ رغم ان احنا دايما بنتكلم عن ان الصعيد محتاج تنميه واهتمام، وانه من القطاعات اللي لسه مهمله بدرجه كبيره، وان الدوله بتحاول تلتفت اليها دلوقتي او تحقق بعض الاشياء فيه. هنوفر منين الموارد للحاجات؟ والله اكيد في موارد، الاتحاد المصري اسم لا يستهان به، واكيد ليه موارد كتيره جدا، بس هو احنا نخصص بس ونرتب اوراقنا. احنا انا شايفه ان ترتيب الاوراق والاولويات هيخلينا ان احنا نحقق ده. فرق انا منزلت الصعيد واتقابلت مع اسوان والاقصر وقنا، لا انت عندك حاجات محترمه جدا، عندك يعني احنا يعني تقريبا كده يعني انت ممكن تطلع منهم منتخبات. ما تطلعش منهم لاعبين لاعب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا أنت ممكن تطلع منهم انتخابات فعلا يأهلوك بعد كده. في قاعدة عريضة جدا مهمة جدا في الصعيد وفي الأقاليم محتاجة الاهتمام والرعاية عندك، لا محتاجين إن احنا نركز معاهم شوية جدا الفترة الجاية بصراحة. أنا اللي فاهمه من أكتر من إجابة إن حضرتك من الناس الحريصة على القيام بجولات ميدانية كتير، التحرك ومواجهة الناس، الحديث معاهم طبعا، أو الاطلاع على ظروف الرياضة وظروف كرة القدم. التواصل مهم جدا. إيه أبرز شكوى؟ إيه الشكوى اللي دايما بتتكرر من الأهالي لما بتناقشوهم خلال جولة في المدينة دي أو دي في الصعيد أو في أي مكان؟ عدم وجود تواصل، عدم يعني وجهات النظر مش واصلة ليهم بينهم وبين أعضاء الاتحاد. بعد المسافات طبعا مأثر إن إحنا ما فيش تواصل قوي. طب إحنا ليه ما نبقاش متواصلين؟ ليه ما نعملش مثلا جولة كل فترة، مثلا مش هقول لك كل أسبوع ولا كل شهر، ممكن كل كام شهر نعمل مثلا يبقى عندنا مثلا جمعيه عموميه نروح اسوان كلنا نتقابل هناك كلنا. بتفكري في ان المجلس كله يتحرك من طبعا وقت للتاني ويبقى موجود بين الناس، وده هيبقى سبورت ودفعه نفسيه ومعنويه وماديه كمان. انت هتعمل رواج سياحي، سياحه داخليه كمان، يعني انت بتساعد من جميع النواحي. اصل دلوقتي الرياضه في ناس في بلاد بتقوم اقتصادها على الرياضه. طب دلوقتي احنا ما يبقى عندنا رياضه وعندنا سياحه ونشتغل على ده، مين المستفاد؟ الاسم مصر هو المستفاد، وده اهم حاجه. طيب هل عندكم توزيع للاختصاصات داخل الاتحاد؟ يعني النادي الاهلي موزع اختصاصاته حسب الكفاءات والخبرات الاقرب الى كل مجال. هنا المهندس خالد مرتجي متولي ده، الاستاذ خالد الدرندلي متولي ده، عاملين توزيع للمهام. هل ممكن بخبراتك السابقه في اداره مركز شباب في الاقاليم ومعرفتك حسب ما حضرتك بتقولي دلوقتي يا دكتور، احنا شايفين عندك اهتمام كبير قوي بالمشكلات في الاقاليم وفي صعيد مصر في الرياضه وفي كره القدم، هل ممكن تطلبي يبقى في ملف موكل اليكي، او ممكن الاتحاد يبقى عنده مبادره دكتوره دينا رفاعي تتولى الملف ده في الاتحاد؟ ولا ده لسه ما بتشتغلوش بالطريقه دي في الاتحاد؟ لا احنا لسه ما اشتغلناش اصلا، احنا لسه كبدايه يعني التحضير. لسه يعني ده تصور موجود عندك؟ ليه لا، احنا لازم نقعد مع بعض كاعضاء مجلس اداره ونتناقش وجهات النظر المختلفه. انا عندي وجهه نظر والعضو الثاني عنده وجهه نظر، ونشوف الانسب ايه وايه اللي يكون في صالح الكره المصريه وصالح الجمعيه العموميه ونعمله. يعني هو ده هدفنا دلوقتي، واعتقد ان ده هدف الاتحاد نفسه يعني بكل اعضائه وعلى راسهم المهندس هاني ابو ريده كرئيس الاتحاد. هو هدفنا النجاح باسم الاتحاد المصري لكره القدم. المنافسه في الانتخابات التكميليه اللي تفوقتي فيها ووفقتي ودخلتي مجلس اداره اتحاد الكره، شايفاها ازاي؟ هل كانت خطوه اصعب من التجارب اللي فاتت؟ مما لا شك فيه ان هي كانت خطوه صعبه وفي نفس الوقت كانت منافسه شرسه جدا ومحترمه جدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه كانت اصعب حاجه في الانتخابات دي بالنسبه لك؟ التواصل. انا عارف مريتي مواقف صعبه جدا فيها خلال الجولات الانتخابيه. الحادثه اللي عملتها هي دي كانت اصعب حاجه، كانت جايه في وقت مش الحمد لله رب العالمين على كل حال طبعا، بس كان وقتها يعني انا كنت رايحه المنيا، كان عندي مقابلات مع اعضاء الجمعيه العموميه في المنيا وبني السويف والفيوم، ولسه بقى في الطريق الصبح كده الساعه 11 تلت الاقي نفسي العربية بتاخد مطب هواء على سرعتها، ضرب فرامل، العربية تلف على الطريق لفة واتنين، تتقلب على الجنب أربع قلبات في الصحراء. بس اللي عرفناه كمان إنك الحمد لله يعني بعد ما خرجتي سليمة من الحادث ده إنك كملتي جولتك. بقى يعني ده عايزه اقول لحضرتك برضو، مش يعني بصراحه انا يعني اكتر شخص وقف جنبي برضو والدي على راسي طبعا، هو يعني هو لما انا كويسين طب احنا كويسين ممكن نكمل يا دينا، ايه رايك؟ بابا حضرتك بتتكلم بجد؟ قال لي ايوه الناس مستنيانا ولازم نحترمهم ونقدرهم، وما ينفعش يعني حتى يعني هم يلتمسون العذر. كانت مفاجاه بالنسبه لك ان والدك قرر انكم تكملوا؟ انا كنت خايف عليه هو اكتر مني برضو، كنت خايف عليه هو اكتر مني جدا، لانه كان راكب قدامي انا كنت راكبه ورا، فانا كنت خايفه عليه اكتر مني، وهو
بصراحه كان سبورت ليا، يعني انا لو انا لوحدي ما كنتش هقدر اكمل، فهو وجوده معايا ساعدني وقواني طمني. وبعدين العربيه اتبهدلت، نرجع العربيه بونش، واحنا اخذنا عربيه من المكان اللي كنا فيه وكملنا طريقنا على المنيا، وقابلنا الناس في المنيا بصراحه يعني كانوا هم طبعا اتصدموا من شكلنا اساسا، بس الحمد لله كانت مقابله موفقه معاهم. كان مهم جدا ان احنا نتواصل معاهم. كان باين في اصابات طفيفه انا كنت لا كان في اصابات جامده. انا كان عندي في وشي، كان عندي جروح في الانف، وعندي بين الحاجبين عندي جروح، وطبعا كدمات في الجسم كله ديت مش باينه. مش مشكله بس الناس بقى، ده الحاجات دي بتبقى بتاثر في الناس قوي، فكره انكم كملتوا. هو تاثر ان انت بالظبط كده، اهم حاجه انت احترامك للشخص اللي قدامك. انا دايما اشوف كده ان انا احترامي للشخص اللي قدامي حتى لو هو مش معايا، مش لازم يبقى معايا، بس انا بحترمه، هو ده اهم حاجه. الاحترام بيأثر يعني بيدي انطباع كويس، وفي نفس الوقت العلاقات المحترمه هي اللي بتدوم. طيب سؤال تاني، ايه الحاجات اللي شايفاها في عالم كرة القدم في الدوري المصري في المنافسات على مستوى المنتخبات أو المنافسات المحلية بشكل عام بين الأندية، إحنا فين وتقييمك للمستوى اللي إحنا وصلنا له، وإيه أحلامك بالنسبة لكرة القدم في مصر على مستوى الأندية أو المنتخبات؟ والله هو مستوى كرة القدم في مصر كويس جدا، بس هو إحنا مشكلتنا عارف إيه هي؟ إن كله بيتدخل في كل حاجة، كل واحد بيفتي. احنا لازم نسيب كل يعني كل حاجه لاصحابها لزويها، لكن ان احنا نتدخل في كل حاجه ونعلق على كل حاجه ونكبر مواضيع من لا حاجه ونقول على حاجه مش حاجه ونكبرها عشان نعمل بوم بس كده اعلامي، ده مش حلو. ده يعني ده اللي بيأذينا وبيأثر علينا بالسلب وبيخلي الموضوع مش حلو. بتشوفين في مبالغات في الوسط الكروي في مصر؟ مبالغات كتير؟ في مبالغات، وفي ناس دخلاء على الوسط بيعملوا ثرثره وبيعملوا بروباجندا على الفاضي. هو بس كل المقصود منه هو بروباجندا بس مش اكتر، لكن هو ما بيفتش لا الكره المصريه ولا الانديه المصريه ولا اي حاجه خالص، هو فرقعه بس. طيب التعصب موجود واقع وحقيقه موجوده في ملاعبنا وفي ملاعب العالم، رايك فيها ايه؟ وحلها ايه او التعامل معاها لتقليل اضرارها لحد الادنى ازاي؟ التعصب فعلا كان موجود جدا، بس شفت شكل النادي الاهلي اول امبارح كان عامل ازاي؟ كان حاجه، شكل الجمهور كان حاجه محترمه جدا جدا جدا، حاجه بتقول ان احنا موجودين، ان حبك للكوره ولكره القدم المصريه فوق اي حاجه. شوف النادي الاهلي كان شكله في الملعب كان حاجه فوق الجمال والاحترام والادب والذوق، ما فيش فيها اي مشاكل حصل، شوف فيها ما سمعناش عنها اي مشاكل. هو بس نبعد شويه عن ان احنا ندخل نفسنا في كل حاجه. هي الحاجه لما بتمشي كويس خلاص، الناس دلوقتي بقى عندها فكر ووعي كبير جدا، وشافت اللي حصل لما اتمنع دخول حضور الجماهير المباريات، اثرت على الناس سلبيا جدا، واثرت على شكل الاداء، شكل الاداء وفرق ومستواهم طبعا اثر جامد جدا دلوقتي، وعلى دخل الانديه وكل كل حاجة. هي وقعت الانديه في مصر كلها طبعا، وفي نفس الوقت بقى فيها دلوقتي كان شبابنا كان الاول بيتفرج على الماتش، دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ اختلف اتجاهاته. لكن لما رجع تاني اوجهه والمه تاني في حاجه زي كده، لا بالعكس انا كنت شايفاها حاجه محترمه جدا جدا، ودعوه للتفاؤل اللي جاي ان شاء الله. طيب فكره حتى التعصب بين الانديه وهي بتتابع منافساتها مع انديه من بره مصر، يعني الاهلي رايح لمباراه العوده مع الترجي على ملعبه في استاد رادس، اكيد تتمني جمهور الانديه التانيه اللي مش بيشجع الاهلي بطبيعه الحال يتعامل مع المباراه دي ازاي؟ يشوفها ازاي؟ اولا الاهلي هو بره مصر وبيمثل مصر، تمام؟ يعني هو الاهلي ادام بيلعب بره مصر او كان بيلعب هنا مع الترجي في اسكندريه، هو ممثل لاسم مصر، اذا احنا معاه كلنا، ويهمنا جدا ان اسم مصر يكون ظاهر بشكل محترم ولائق كما ينبغي، لان هو دوت هو ده اللي دايم. اتمنى ما يحصلش اي مشاكل، وان شاء الله مش هيحصل حاجه، بس احنا نبعد شويه عن ان احنا نكبر المواضيع ونضغط ونسيب الامور تمشي بسلام، هتمشي كويسه ان شاء الله، وباذن الله اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي هناك باذن الله. هل الاتحاد بيبقى معني او مهتم بان فريق مصري خارج هيواجه حتى لو ده تحت مظله الاتحاد الافريقي، بيبقى حريص على التاكد ان كل الامور بتسير بشكل جيد، على الاطمئنان على اي تسهيلات ممكن يقدمها اتحاد الكوره او يشارك في تقديمها لفريق بحجم النادي الاهلي وهو في رحلته الى تونس، ولا بيبقى ده خلاص الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن ده فانتوا مش طرف على الاطلاق، ما بتحاولوش تاخدوا اي مبادره؟ هو بما ان الاتحاد الافريقي هو المسؤول، بس الاتحاد المصري لكره القدم هو ده مظله الانديه كلها في مصر.
اذا هو له دور كبير جدا وهو داعم طبعا لانديه مصر كلها في اي حاجه. ده ما يلغيش دوره، دور الدور الاتحاد موجود. وكان المهندس هاني ابو ريده يعني جنبا الى جنب مع الكابتن بالظبط كده. اذا دور الاتحاد موجود سواء كان سواء كان الماتش ده او النادي اللي بيلعب ده بره مصر او جوه مصر، دور الاتحاد ده ما ينفعش حد يلغيه او حد يقول ان هو مش موجود. يعني رؤيتك يا دكتوره دينا ان لو النادي الاهلي او نادي الزمالك او الاسماعيلي اي فريق هيمثل مصر في بطوله عربيه او افريقيه وطلب منكم تذليل اي عقبه حتى لو مظله المباراه دي في بطوله بتتبع اتحاد عربي او اتحاد افريقي، هتتدخلوا هتحاولوا بقدر طبعا اكيد اكيد الاتحاد المصري هو يعني سبورت لجميع الانديه المصريه في اي مكان يعني ده اكيد مما لا شك فيه طبعا. لو في اي حاجه تساعد الانديه دي لازم نقف جنبهم. طيب مستوى الاحتراف في مصر، ثقافه الاحتراف، العلاقات التعاقديه بين اللاعبين والانديه، كل الامور دي شايفاها ازاي وممكن تتطور ازاي في الفتره الجايه؟ والله هو الاحتراف في مصر حاجة محترمة جدا وظهر معاه في دخل بقى محترم جدا في مصر من خلال الاحتراف. احنا محتاجين بس التطوير يبقى عن طريق الدراسة الصحيحة السليمة. يعني هو مش موضوع تسويق لاعبين وخلاص او مش موضوع احتراف وخلاص، لا احنا موضوع ان احنا عايزين نستغل الاحتراف ده في صالح الكرة المصرية. يبقى مثال محترم يحتذى به ان هو يبقى مثال لغيره عندنا من اللاعبين الموجودين في مصر، يبقى حاجة كده ما يبقاش ماشي بدون هوية. لازم تحدد الهوية بتاعته. بس يعني شايفة ان احنا ممكن نقرب اكتر من النماذج المتطورة اكتر في العالم طبعاً. في الشكل التعاقدي في الامور الاحترافيه أكيد. اللي بتطبق في عالم كره القدم اكيد مصر فيها من الكوادر كتير جدا جدا، هي محتاجه بس الاهتمام وان احنا نطور نفسنا وان احنا نشتغل على نفسنا شويه ونتعب نفسنا شويه. طيب اول كلامك في اجابتك عن السؤال اللي فات قلتي فيه ان احنا ناخد بالاسباب او الاساليب العلميه في التعامل مع اي مشكله، عايزين نتعرف على في عناوين سريعه كده دراسه الدكتوره دينا والدكتوراه في فلسفه الرياضه، يعني ايه ايه المقصود او ايه العنوان الرئيسي في فلسفه الرياضه؟ انا بتكلم في الدراسه بتاعتي عن عنصر الدفاعيه ده كعلم نفس، ازاي الدفاعيه بتاثر على انا لما يكون عندي دافع ازاي ده بياثر عليا في ان انا ادي او ان انا اعمل او ان انا اشتغل، ايه طرق التدريس اللي موجوده عندي اللي بتاثر بطريقه افضل على اللي قدامي سواء كان طالب او مستمع او متعلم، ايه هي الطرق الافضل في الاداء بتخليه يستوعب بطريقه افضل، ايه الطرق اللي بتخليني اوصل بنتائج افضل. طرق التدريس في المواد او في العلوم الرياضيه، في الرياضه عامه، في الرياضه بشكل عام. هل ده بيشمل كمان الجانب العملي يعني طرق التدريس بمعنى توصيل الخبرة أو المعلومة للمتدرب، ولا بنتكلم عن شغل نظري هنا علوم رياضية بس، ولا كمان تدريب؟ كل حاجة تدريب. كل لا مش تدريب، طرق تدريس، تدريب دفاعي علم نفس كمان رياضية. دفاعي علم نفس انا بتكلم مدخله كذا حاجه في بعضها بحيث ان انا اقدر افيد بيها، مش ان هو بس ممارس رياضي بس، لا الشخص سواء متعلم سواء رياضي سواء بيدرس في اي مجال. الدراسات الموجوده عندنا، الخبرات المصريه اللي بتقدم دراسات علميه كثيره يعني الامثله كثيره، ومنها الدكتوره دينا حضرتك بتتكلمي عن دراسه في طرق التدريس وفي وجود الدافع او تاثير الدافعيه او الدوافع على النتائج وكل الامور الخاصه بفلسفه الرياضه حسب محتوى الدراسه دي، طبعا ما طلعتش عليها بالكامل. احنا مستفيدين من نسبه قد ايه بالجانب الاكاديمي في مصر بالدراسات دي؟ قد ايه منها بناخده ونطبقه وننقله لملاعب بنطورها بشكل او اخر، وقد ايه بيتحط في الادراج؟ سؤال محرج. نسبة نقول 50%. 50%؟ بنستفيد ب 50% من الدراسات دي؟ طب كويس، دي نسبة متفائلة جدا. يعني لازم أبقى متفائلة. لازم أنا بص هقول لحضرتك حاجة، أنا لو قعدت أضلم الدنيا مش هعمل حاجة. أنا لازم يبقى عندي دافع، يعني أنا بتكلم على الدفاعية، لازم يبقى عندي دافع إن أنا أشتغل حتى لو الدنيا واقعة، أنا لازم يبقى عندي دافع عشان أقدر أكمل. فأنا بتكلم يعني دي حتة من الدراسة بتاعتي، عنصر الدفاعية لما بيكون موجود عند الشخص بيخليه يتخطى ويتعدى الحدود اللي أنت عاملها له. كل ما يعلى عنصر الدفاعية كل ما يبقى النجاح أعلى والمستوى الأداء أعلى، لازم يبقى في يعني لو اهتمينا أكتر، خلينا نقول وإحنا متفائلين وبنقول 50% أو 60% مستغل، لكن هل حضرتك مؤمنة أو على يقين إننا لو استفدنا أكتر بالخبرات العلمية في مجال الرياضة إن ده هينقلنا نقلة كبيرة؟ أكيد طبعًا، مما لا شك فيه إن الاهتمام بالناحية الأكاديمية واهتمام بالدراسات اللي موجودة وتطبيقها على أرض الواقع هيدي نتائج أفضل بكتير جدًا. هل ممكن الاتحاد يبقى له دور في ده في الفترة الجاية؟
في المحاضرات في النشاط الرياضي الاكاديمي، هل ممكن طبعا يلعب دور مؤثر؟ يعني هو الاتحاد لو الدورات التدريبيه اللي بيقدمها محاضرين من الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي او الدورات التدريبيه دي مفيده جدا اكيد على مستوى المناطق، على مستوى المحافظات بيبقى موجود فيهم محاضرين بينزلوا يدوا محاضرات، اكيد بيبقى ليها دور كبير جدا على سواء مدرب او لاعب او حكم، ده كله بيأثر بالايجاب طبعا اكيد بيعلي عندي ثقافة اللاعب او الحكم او المدرب، بيعلي عندي من كل حاجة فيه بقى، من الناحية الدفاعية، من الناحية المهاري، خططي، ده كله بيأثر عليه. هل الدكتورة دينا دخلت مجلس إدارة اتحاد الكرة محملة بمطالب كتير جدا؟ يعني في ناس طالبة منك انه في اول اجتماعات واول فرصة لاتخاذ قرار هتكون الدكتورة دينا طرف في اتخاذه او مؤثرة فيه تحقق لنا كذا وكذا وكذا، ناس عندها مطالب كتير، ايه هي؟ اعضاء الجمعيه العموميه بصراحه مطالبهم كلها يعني هي يعني في منها كتير جدا مشروعه، هي دي حقوقهم الطبيعيه. زي ايه؟ زي التواصل مع الاتحاد المصري لكره القدم، ان هم يكونوا يعني في عشان مش عشان هم بعيد، اسوان والاقصر والفيوم ومرسى مطروح والعريش، دي الشكوى الرئيسيه ان هم مش عشان هم ان هم مش عشان بعيد يبقى احنا منسيين، لا هم عايزين يبقوا موجودين على الخريطه بس كده، وشايفين الدنيا ماشيه ازاي، يبقى في اهتمام بيهم واهتمام بطلباتهم. عندهم مشاكل قطاع الناشئين مهتمين جدا بيه، ميزانيات كمان طبعا، طبعا اكيد اصل هو الميزانيه ده هو حقوقهم يعني المفروض ان هو بياخد عشان يقدر يصرف على المكان، لان الاماكن دي كلها بتكلم عليها على فكره بيصرفوا من اجتهادات ذاتيه، بيجمعوا من بعضهم كده عشان خاطر يعملوا مباراه، عشان خاطر ينقلوا فريق من مكان لمكان عشان يلعبوا مسابقه كده. ده ممكن يتحل، ممكن ده يتغير لو اشتغلنا على ده في الفتره الجايه؟ اكيد الجاي. طبعا بص ما فيش حاجه غير قابله للتعديل، احنا بنتكلم في مشاكل واضحه ومشاكل كبيره ليها عدد كبير من لا يستهان به من اعضاء الجمعيه العموميه، بنناقشها نظام مسابقات، نظام مشاكل المناطق، مشاكل الملاعب، المشاكل دي كلها متاحه ان احنا نتناقش فيها ونحاول نحلها. طيب كره القدم النسائيه بتتكلمي عن ان ده حلم بالنسبه لك وانه من اولويات شغلك في الفتره الجايه، ايه الحاجات اللي ناقصانا عشان نقدر نعمل مسابقات رياضيه قويه للانسات او للسيدات في عالم كره القدم؟ يعني ايه اللي يخلينا نقدر نرجع المسابقه دي وتبقى لها حضور حقيقي في الرياضه المصريه؟ طبعا هو في مسابقه قائمه اصلا لدوري كره القدم النسائيه، ده المسابقه العاديه الرسميه الموجوده، دي موجوده يعني دي موجوده والانديه بتتنافس فيها وعندنا بس. حتى يمكن كان تفوق فيها في الفتره اللي فاتت وادي دجله بدرجه كبيره، كان اول امبارح الماتشات بتاعتهم من الجمعه انا كنت متابعه. بس انا بتكلم ان الكره النسائيه عايزين نشتغل عليها من القاعده، احنا عايزين نشتغل على منظومه كامله. يعني انا بجهز لمنتخب مصر، شوف بقى عشان اشتغل لمنتخب مصر ده لازم اعمل ايه، لازم اشتغل على قطاع الناشئين، لازم اشتغل على جميع الانديه عند المناطق، يبقى في دوري مناطق، عندي شرايح كبيره جدا، قاعده كبيره جدا من البنات اللي بيلعبوا كره قدم، والسن بتاعهم يبقى مختلف، لان انا مش هشتغل كله سن معين وبعد كده الاقي فجاه انا عندي فريق بعد كده ما عادش عندي ايه، ما عادش عندي سن، لا لازم اشتغل على ناشئات طبعا وبراعم، واشتغل على فيرست تيم. طيب في سؤالين يا دكتوره مرتبطين بالكلام ده، اولا هل عندنا القاعده من الملاعب والتجهيزات والافراد الموارد البشريه واجراءات التامين الى اخره اللي هتكفي ان انا اعمل نشاط موازي كامل بنفس العدد على كافه المراحل العمريه زي الشباب وزي كره القدم للرجال للسيدات ايضا؟ هل عندنا ما يكفي لتوفير النشاط ده؟ هو احنا ممكن يكون مش عندنا دلوقتي، بس احنا لما نشتغل على الحاجه دي عشان نجهزها هيبقى موجود ونعمل لها دراسه جدوى بالظبط كده هنبقى موجود. طيب التارجت الهدف اقليميا او على المستوى الافريقي حجم الاهتمام ايه بكره القدم النسائيه، لان دي البيئه المحيطه بمصر اللي انا هخرج عشان انافس فيها لما اعمل منتخبات. تمام. هل الاهتمام مبشر على المستوى العربي والافريقي بان في منافسات قويه لكره القدم؟ هو انا من خلال اللي انا كنت فيه وفي منطقه الشرقيه انا شايفه ان في قطاع كبير جدا ان هو عنده استعداد ان هو يلعب ويمارس النشاط وان هو كمان يبقى مدربات كره قدم نسائيه، بس هم محتاجين معلش محتاجين دعم جامد جدا. دعم ازاي؟ ان انا عندي البنات دول عايزين مدربين مدربات يبقى عندهم دورات تدريبيه عشان يؤهلوا، عندهم سواء محكمات عايزين دورات تحكيميه كويسه جدا عشان يؤهلوا اختبارات ليهم عشان تاهلهم كمدربات وكحكام. بالظبط كده، ما هي منظومه، انا مش هينفع اشتغل ان انا عندي لاعبه ويبقى مثلا المدلك بتاعها مش هينفع يبقى راجل، لازم يبقى عندي تدليك سيدات، يبقى عندي منظومه متكامله، عندي حكمات سيدات يبقوا موجودين برده يبقى ليهم دور كبير جدا، عندي مدربات يبقى موجودين برده حتى لو مساعدين مدربين يبقوا موجودين في الموضوع. اعتقد دي مسؤوليات هتبقى في مطالب للوزاره في الفتره الجايه لتوفير اكيد لازم يبقى في هو اتحاد ما بيحلش حاجه، يعني لازم يبقى في مساعده من كذا حاجه عشان نقدر ننجح. حضرتك قلت لي الملاعب،
احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الملاعب طبعا. لازم مشكله الملاعب كمان، مش سيبك بقى، انا ما بتكلمش عن طاقه القاهره واسكندريه لان دول من اكبر المحافظات اللي في عليهم اهتمام، وطبعا لازم يبقى فيهم اهتمام مهم جدا، لكن انا بتكلم على نطاق الاقاليم والصعيد والفيوم ومرسى مطروح والعريش والحاجات دي، دي محتاجين ان احنا نهتم بالملاعب فيها، محتاجين ان احنا نبص لهم نظره، لازم يبقوا متواجدين، لازم بصوره اقوى من كده بكتير، ندعمهم بشكل اقوى من كده بكتير، هتلاقي اختلاف كلي وجزئي في كره القدم المصريه رجال وسيدات على فكره. يعني عندنا مشكله فعلا في موضوع الملاعب، ومحتاجين البنيه الاساسيه للرياضه او البنيه التحتيه للرياضه تزيد. تمام بالظبط كده، عدد الملاعب وجودتها صح. وفي ملاعب موجوده ولا تستغل، بس الاغلاق نطورها بالظبط كده، مثلا ما فيش فيها مثلا صيانه، ما فيش فيها تطوير، ما فيش فيها امن، غرف للملابس بالظبط يعني كده، غير مهيئه غير مؤهله. في عندنا مشاكل كتير لازم نسعى ان احنا نحلها مع وزاره الشباب والرياضه. عندنا الدكتور اشرف صبحي برده من الشخصيات اللي انا شايفاها ان هي ما شاء الله عليها دؤوبه وبتشتغل كويس جدا جدا جدا، فان شاء الله يبقى في تواصل ما بيننا في حاجه زي كده، ان هو شايفاه مهتم جدا بالموضوع ده، بنشر قاعده الرياضه او كره القدم حتى على مستوى الفتيات. مهتم جدا بالرياضه، ومهتم لازم يهتم برده نقل وجهه نظرنا الاقاليمي، ان احنا برده محتاجين، احنا لازم نساند بعض. انا بقول ان مفيش حد بينجح لوحده. طيب على مستوى المنتخبات الوطنيه، رايك ايه في منتخبنا الوطني حاليا بعد التعاقد معه؟ ده طبعا قبل الانتخابات ما تتم، وقبل ما تبقي يعني شخصيه من المسؤولين في اتحاد الكوره، الجهاز الفني الجديد واستعدادات المنتخب ومتابعتك لمنتخب مصر الاول، وعنده طبعا ارتباطات مهمه جدا في الفتره الجايه، شايفه المنتخب ازاي؟ والله شايفاه حاجه مش وحشه، حاجه محترمه جدا طبعا، متفائله جدا ان شاء الله. انا دايما بتلاقيني متفائله لحد بشوف حاجه غير كده، انا متفائله، شايفه ان هم ماشيين على خطى محترمه جدا، معاهم مدرب مش ما لا يستهان به، وان شاء الله باذن الله نشوف تطور محترم واداء جيد للمنتخب بتاعنا اللي يعلو يعلي من اسم الكره المصريه في مصر ان شاء الله. تابعتي منتخبنا في كاس العالم؟ طبعا. طيب ايه رايك في المنتخب؟ لانه الناس كان عندها حاله تفاؤل، لان بقى عندنا لاعبين في انديه مؤثره جدا، عندنا تجربه للاعب غير مسبوقه طبعاً. لم يصل اي لاعب في تاريخ مصر لهذا المستوى من التصنيفات والمكانه او المنافسه عالميا، محمد صلاح طبعاً. عندنا لاعبين في انديه كبيره زي الارسنال وغيره، عندنا قاعده محترفين عددها كبير، الناس اتصدمت في نتائج وشكل المنتخب، كانوا متوقعين احسن من كده، عشان ما فيش بنيه تحتيه. مفيش اهتمام بالبنيه التحتيه الاساسيه، احنا بنفرح بالشكل العام فوق وبننسى القاعده والجوهر تحت. احنا محتاجين بس نشتغل على الجوهر ده والقاعده، ان احنا نبقى مؤهلين عندنا يبقى في حل الازمات والمشاكل، ازاي يبقى عندنا استعداد لحلها وازاي نواجهها، دي مهمه جدا جدا جدا، ازاي يبقى عندنا حلول بديله، دي مهمه جدا جدا. يعني عشان نتطور على مستوى منتخباتنا يا دكتوره دينا، من وجهه نظرك لازم قاعده للرياضه والاهتمام بكره القدم في المراحل العمريه والانتشار كمان افقي في المحافظات كلها يزيد، يزيد، ويبقى في عندنا اهتمام بالبنيه التحتيه للمنظومه. يعني هو انا المنتخب مصر مش هو بس الفريق المنتخب والجهاز الفني وبس، لا انا يبقى عندي برضو اهتمام من ناحيه الناحيه الاداريه، ان انا ابقى عندي جاهزين لحل الازمات في اي وقت، ان انا اول ماتش كنت كويسه يبقى لازم ثاني ماتش ابقى كويسه، وقعت في ثاني ماتش اشوف ايه هي الحلول اللي المفروض ان انا اعملها عشان ما يبقاش نفس الوقت ما الحقش. يعني احنا رحنا كاس العالم وجينا، كان نفسي بقى اكتر من كده، بس طبعا هو حلم ووصلنا ليه وتعلمنا من الخطا ده، واعتقد ان احنا اتعلمنا من الخطا، احنا لازم نشتغل على الخطا ده عشان ما يحصلش تاني. هو يعني المصطلح بتاع رحنا وجينا من كاس العالم ده كان مناسب جدا، لان الناس حست كده بالظبط، حست كاننا ما شاركناش، لانه الشكل وامكانات لاعبينا وقدراتنا وحجم المباريات والاستعدادات وكل التجهيزات اللي توفرت للمنتخب كانت بتعد بافضل من كده، او كانت بتنبئ، والناس كانت متفائله اكتر من كده، فالناس احبطت جدا طبعا من الشكل اللي ظهرنا عليه في كاس ده مما لا شك فيه. ايه اللي قربنا اكتر من مستوى المنافسه عالميا؟ يعني النادي الاهلي النهارده جزء من منظومه الكره المصريه، وصوله للنهائي الافريقي ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه القادمه لو وفق فوزه بالبطوله، وجودنا على خريطة الأندية ومشاركة في منافسات أندية العالم، الظهور عالميا أكثر للأندية المصرية، أعتقد ده أمر هيكون له تأثير إيجابي جدا. أكيد طبعا الإدارة الرياضية مهمة جدا. الإدارة الرياضية لما بتكون على أسس، طبعا في عندك أسس علمية بتمشي عليها، أسس علمية رياضية، الإدارة أساس نجاح أي منظومة. دكتورة دينا، لو بتوجهي نداء للجماهير في الفترة الجاية، عودة الجماهير وعودة تدفق الجماهير على المدرجات والإيرادات والاستثمار في الرياضة، تقولي لهم إيه؟ إيه اللي شايفاه عن الإشكالية دي كلها؟ أنا مش شايفاها إشكالية خلاص، الموضوع انتهى، إن هو بقى مشكلة خلاص. إحنا كان في شكل محترم جدا للجمهور
في مباراه النادي الاهلي يوم الجمعه، كانت حاجه محترمه جدا جدا، حاجه مشرفه، حاجه مبهره. انا شايفه ان المفروض ان احنا الفتره الجايه نبقى احلى من كده واجمل من كده، عشان يبقى حصل انتعاش لكره القدم المصريه. الكوره من غير جمهور ما بقاش لها طعم، المباراه من غير جمهور ما بقاش لها طعم. وجود الجمهور في المباريات بيدي طاقه ايجابيه غير عاديه، غير عاديه فعلا للمباراه. ان شاء الله باذن الله احنا عندنا جمهور واعي جدا جدا جدا، لو في قلائل قليله بيطلع منهم تصرفات يعني غير حكيمه، فاحنا ممكن يعني الامن عندنا ووزاره الداخليه متوليه الموضوع ده، ان هي بتقدر في حمايه وفي اهتمام وفي التزام اكتر من جيد جدا في الموضوع. فاحنا الفتره الجايه لازم نركز شويه مع بعض، ان احنا نحب بعض اكتر من كده، ان احنا يبقى شكلنا حلو قدام العالم كله، لان مصر تستحق اكتر من كده بكتير. ان شاء الله الامور تبقى افضل في الفتره الجايه، ويبقى في وعي من كل الناس، الجماهير تقوم بدورها، وطبعا الاجهزه تقوم بدورها، وكل الناس تتكاتف. وحاجة مهمة حضرتك قلتيها يا دكتورة، انه ما فيش حاجة بتتحقق بعمل جهة واحدة. بالظبط. دايما محتاجين كل الجهات. تكاتف الجهات كلها مع بعضها بيحقق اعلى نجاح واعلى نتيجة. تقدم افضل ما يمكنها تقديمه. بالظبط كده. موفقة في مهمتك ان شاء الله، وسعداء بوجودك معانا النهارده على شاشة قناة الاهلي، وباذن الله تبقى تجربة موفقة، ونتابع ايه البصمات او ايه الاسهامات اللي هتشارك بيها الدكتورة دينا في عمل اتحاد الكرة في ان شاء الله. اسمح لي بس اشكر طبعا جميع اعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الغالية. ان شاء الله ربنا يقدرني واكون خير سفير ليهم في الاتحاد ان شاء الله، واقدر اقدم اساعد في حل مشاكلهم. طبعا بشكر الاتحاد المصري لكرة القدم، ان انا اتشرفت دلوقتي ان انا موجودة فيه كعضو مجلس ادارة، على رأسهم المهندس هاني بريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قيمة وقامة محترمة وغالية. أعضاء مجلس الإدارة كلهم على رأي يعني على رأسهم طبعا من ضمنهم كلهم تيجان محترمين، لهم شخصيات لها باع كبير جدا في النشاط الرياضي من في كرة القدم المصرية. النائب ثروت سويلم بصفته طبعا ان هو نائب الشرقيه اولا، وكان الدعم الاول ليا في ترشح للانتخابات. الحاج محمود الشامي، في ناس كتير، والدي طبعا ما اقدرش انساه واشكره على وقفه جنبي، زوجي طبعا على دعمه ليا، وبشكر حضرتك على الاستضافه الكريمه، واسعد فينا وجودك معانا يا دكتوره. وان شاء الله يبقى في يعني لقاءات يتكرر هذا اللقاء مع كل انجاز او كل قرار مؤثر او هيكون له مردود ايجابي نجده في الوسط الرياضي ان شاء الله. واشكر طبعا كابتن شوبير، عايز اشكره شكري خاص جدا طبعا لكل الشكر والتقدير والاحترام على وقفته جنبي طبعا ودعمه ليا. ان شاء الله تستفيدي من خبراته، هو كمان عنده خبرات كبيره سواء كنجم رياضي او حارس مرمى ونجم كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، وايضا خبرات اداريه واعلاميه رياضيه من خلال عمله في المجال ومن خلال خبرات اكتسبها في دورات سابقه في الاتحاد. ده اكيد طبعا. ان شاء الله تستفيدي بيها وبالكوادر الموجوده داخل طبعا كلهم شخصيات محترمه. اشكرك مره ثانيه دكتوره دينا، واسعدتينا بوجودك معانا النهارده. الشرف ليا يا فندم. مرسي لحضرتك. مرسي طبعا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذا اللقاء، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره في الاهلي الليله، وبعد الفاصل هيكون نجم النادي الاهلي والكره المصريه السابق الكابتن حماده صدقي ضيفنا، وواحد من الابناء البارزين للنادي الاهلي ولكره القدم المصريه، مع زميله أمير هشام. ابقوا معنا. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، فقرات عديده من خلال حلقه الاهلي الليله النهارده. طبعا بشكر في البدايه زميلي العزيز استاذ محمد الجندي على الفقره الحواريه الاولى مع الدكتوره دينا الرفاعي عضوه اتحاد الكره في الانتخابات التكميليه مؤخرا، واكيد كان حوار مهم ومميز في مستقبل الكره المصريه بشكل عام وبتحديد الكره النسائيه. لكن في هذه اللحظات بينضم لي نجم نجوم النادي الاهلي السابق كابتن حماده صدقي. كابتن حماده برحب بيك. اهلا بيك يا امير، واهلا بالساده المشاهدين، ومبروك للنادي الاهلي البدايه. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. طبعا حوار النهارده هيكون مهم طبعا مع كابتن حماده صدقي بخصوص مباراه الاهلي والترجي، هذه المباراه الهامه في اياب دور النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا بعد فوز النادي الاهلي في مباراه الذهاب بنتيجه 3-1. لسه المشوار ما خلصش، هنتكلم بتفاصيل اكتر مع الكابتن حماده صدقي. كابتن حماده، يعني في البدايه خلينا نبتديها من المباراه الاولى، مباراه الذهاب وفوز النادي الاهلي في هذه المباراه. كيف ترى المباراه؟ تقييمك ليها ايه من الناحيه الفنيه كمان بالتحديد؟ يعني هي مباراة نهائية، مش يعني فنيا يمكن ضعيفة فنيا بالفريقين. يعني النادي الأهلي كان عنده بعض المشاكل في المباراة، التوتر بتاع المباراة كان سائد في الملعب. تمام. يمكن كان أبرز الحاجات الموجودة، يمكن الحكم شوية كان فيه
التوقفات الكثيره قوي قوي في الملعب من يعني الكوره يعني الوقت الضايع كان كثير قوي، التوقف الكوره بشكل كبير يمكن يبعد شويه حلاوه المباراه نفسها. الريتم بتاعها كان بطيء قوي. الاهلي كان عنده مشاكل في التحضير قوي، كان في بطء شديد، خروجنا بالكوره من ورا كان عندنا مشاكل. نفس الكلام برضو في الترجي، برضو كان نفس الكلام، حته الاعتماد على الفرديه اكتر من يعني كشغل الجماعي من الفريقين ما كانش موجود. يعني وصول النادي الاهلي لمرمى الترجي كان بصعوبه، ابتدينا نشتغل شغل الكوره الطويله يمكن اكتر من التحضير. هو الترجي كان عنده وسط الملعب بتاعه كان كويس جدا طبعاً. كان استحواذه اكتر في وسط الملعب من فرانكوم وكولوبالي، الاثنين كويسين جدا في قوه، فكان مانع عندك حته التحضير للنادي الاهلي بيتميز بيها اللي هو استحواذ، ازاي بقدر امشي الكوره. بس كان عندنا لعبنا البطء بشكل كبير جدا، ودي المباراه النهائيه بتبقى فيها جهد بدني عالي، الخطط الدفاعيه فيها اكتر، الحذر شديد من الفرقتين، كل فريق ليه هدف في المباراه. الترجي عايز يخرج زي قبل كده باقل خسائر، عايز يطلع باي نتيجه ايجابيه بالنسبه له، عايز يسجل هدف يربك حساباتك. يعني في معطيات قبل المباراه كل فريق داخل بهدف، النادي الاهلي عايز يجيب عدد من الاهداف وافر يريحه في مباراه العوده. هو عارف هناك المباراه تبقى صعبه جدا، الاجواء خارج الملعب وداخل الملعب بتبقى صعبه جدا. فده التوتر اللي كان موجود في الملعب مع التوتر اللي كان موجود مع الحكم، يعني كان في حاجات كثيره جدا ما شفناش متعه كره القدم. يعني النادي الاهلي في ماتشات كثيره في النهائي كان بيأدي بشكل رائع فنيا وبدنيا وخططيا، ما كانش بالامانه ما كانش موجود دوت في المباراه من الفرقتين. ده ناتج من الضغط العصبي بتاع المباريات النهائيه يا كابتن حماد، ده ممكن ولا ممكن يكون ايه الاسباب من وجهه انا عايز اتكلم بصراحه شويه. يمكن النادي الاهلي بقاله فتره الاداء يمكن مش مرضي بشكل كبير جدا، ولكن كان الاهتمام كله بالنتيجه بالظبط، الاهتمام كله بالمشوار الافريقي اكتر من اي حاجه. اكيد كوره مهمه جدا وصولك المباراه النهائيه، النجاح في اول المباراه الاولى، فوز يعني فوز كويس مرضي طبعا 3-1 في ظل الاداء، لا النتيجه بالنسبه لنا كويسه جدا. الاهداف كويسه جدا ولا كويسه كويسه يعني 3-1 طبعا 2-0 احسن من 3-1 يعني، بس الفوز وفرق هدفين انت بتقدر تجيب جون بره. يعني النادي الاهلي عنده من الخبرات اللعيبه الموجوده كل مباراه بتسجل فيها بره، فده ان شاء الله يعني لو النادي الاهلي هيلعب على كده الطريقه هتختلف اكيد، طريقه الخطه نفسها السيستم بتاع، لكن الافراد هم ولكن الطريقه ممكن تختلف شويه. النادي الاهلي محتاج بقى قوي الخبرات اللي موجوده في الملعب عشان الامتصاص الجماهيري، التوتر اللي حصل بعد المباراه، الراي العام، انا بتكلم خارج الملعب دلوقتي اللي ممكن ياثر على اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي اللعيبه محتاج تبقى عندهم قوه وعندهم صلابه في المباراه كبدايه، بدايه المباراه مهمه جدا ربع ساعه الاولى اللي هي ده فيما يخص مباراه العوده. العوده نتكلم على العوده بس عشان نقفل الاول مباراه الذهاب. يعني كنت مع ان احمد فتحي يبتدي المباراه؟ لا طبعا لا، يعني يمكن مستر كارتيرون كان بيصرح قبل المباراه، انا قريت في الجرايد يعني منشتات ان هو متخوف شويه من احمد فتحي. تمام، يبقى ده يدل اللي هو ما كانش جاهز بنسبه 100%. الماتشات دي بيبقى لازم اللعيبه يبقى جاهز 100% بدنيا، في نفس الوقت انت بتبقى محتاج الخبره برضو في مباريات زي دي، فممكن بس خبره مع اصابه فيها قلق بتبقى مشكله كبيره. انت خسرت تغييره وهو هتخسره بشكل كبير المباراه خلاص، يعني شبه رسمي انت خسرته في المباراه الثانيه. كان ممكن المباراه النهائيه ديت على مرحلتين، كنت ممكن اجهز احمد فتحي المرحله الثانيه بشكل قوي. اكيد انت محتاج بره الخبرات اكتر، الخبرات بره في مباراه زي ديت اللي فيها الشحن الجماهيري، الاحداث اللي حدثت في المباراه الاولى. يمكن لو اتفرجت على المؤتمر الصحفي المدرب اتكلم كلام مش في الكوره، مش في الماتش للاسف، اتكلم على عمل حاله من التوتر كبيره جدا وعمل شحن جماهيري
للمباراة الثانية. يمكن المباراة الترجي وأول أغسطس كان فيها برضو مشاكل جماهيرية وكان فيها عقوبات من الاتحاد الأفريقي. فده ممكن يأثر بالشكل السلبي في المباراة الثانية. تمام. لكن برضو هنتكلم عن المباراة الأولى. المباراة الأولى يعني أنت قدرت من ثلاث كور قدرت توصل وقدرت تجيب ثلاث أهداف. كان عندك أخطاء موجودة في الملعب لازم يعني يمكن الأمور كانت ماشية في صالحك بنسبة كبيرة. يمكن آخر مباراة في الكرة الشناوي اللي طلعها ديت ببراعة كانت ممكن تقلب الموازين بشكل كبير جدا. أنت وأنت كسبان 1-0 جت كرة في العارضة. يعني هم عندهم أنياب بس أنياب فردية. طبعا البلايلي لعيب كويس جدا جدا يمكن هو بيعتمد بشكل كبير قوي عليه هو في كل حاجه. هو بيعرف يجيب فاول بيعرف يخترق من العمق ويعرف يجيب فاولات. طه ياسين بيقف لعيب كويس برضه جدا بيعرف يحضن على كورته بيعرف ياخد فاولات على ال 18 اللي هي الكوره الثابته بالنسبه لهم. هم بيلعبوا على الكوره الثابته بيلعبوا على الفرديه بتاعه البلايلي بتاع انيس البدري ده. لكن عندهم ضعف كبير جدا في خط الدفاع. انت الكره اللي قدرت توصل بيها من بره على الاطراف تعملت بالعرض تعملت جون من اخطاء دفاعيه اللي بتحدث عند الترجي في كل ماتشاته. تمام. كل ماتشاته عنده مشكله في الدربالي الباك رايت عنده مشكله في قلب الدفاع. يمكن هيغيب عنهم شمس الدين زويدي. الزويدي هيغيب وفرانك كوم هيغيب لحصولهم على الدربالي. دي هتكون مؤثره عليهم في مباراه الاياب وفي المقابل برضو غياب احمد فتحي اكيد هيكون مساعد. اكيد اكيد. يعني يمكن قبل المباراه كان عندهم هم ثلاث لعيبه عندهم ثلاث واقفين على انذار واحمد فتحي عندنا. فاحمد فتحي جت اصابه فكده وعندهم اثنين مش هيلعبوا المباراه. بس اكيد عنده بدايل اكيد عنده بدايل. يمكن مش هيبقوا على المستوى بتاع فرانكوم بالذات اللي هو يعني تالي هو احسن لعيب عنده في وسط الملعب مميز جدا من القوه الموجوده في فريق الترجي وسط الملعب بتاعه. بيعرف يسيطر ازاي على وسط الملعب. هو سيطرته في وسط الملعب وبيعتمد على الفرديات الاماميه بشكل كبير ولكن ما عندوش الاطراف ما بيشتغلوش يعتمد على العمق بشكل العمق بشكل كبير جدا والفرديه الاماميه لطه ياسين الخنيسي وبليلي وانيس البدري هم دول الخطوره الموجوده في الترجي. يمكن قابلنا الترجي اكتر من لقاء ولكن مش عايزين نحط في حساباتنا الماتشين الماتش اللي كان من شهرين ولا كان اللي كان في دوري المجموعات. عشان اقول حاجه واحده كان المباراه الثانيه اللي هناك كان الفريقين واصلين كان الموضوع ما كانش ماتش حاسم. هو كان الترجي وصل بشكل رسمي كان يا اولى ثاني والاهلي فوزه وخلاه اول فالحسابات مختلفه. لما تكون مباراه يعني هي حسم بيبقى الشكل والاداء والروح القتاليه في الملعب مختلفه تماما. فالمباراه دي هتبقى مختلفه. المباراه والكاس موجود عندهم هناك موجود. مين هياخد الكاس والكاس قدامه بالزبط. فالدوافع هتبقى قويه جدا عندهم. طيب. الشحن الجماهيري في جزئيه المباراه الاولى مباراه الذهاب من وجهه نظرك مين نجم المباراه؟ يعني هو في بعض اللاعبين تالقوا من النادي الاهلي سواء وليد سليمان وليد ازار وعمرو السليه. من وجهه نظر حضرتك شايف والله انا شايف وليد هو اللي ماشي هو 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 ونجم الشباك دلوقتي في النادي الاهلي. وليد سليمان تحركاته واعيه بيعرف عنده هدوء في الاعصاب. يعني ضربتين جزاء في المباراه النهائيه بالظبط دي تقيله. مش اي حد يقدر مش اي حد يقدر يقف الوقفه دي والتركيز العالي اللي فيه وخبراته يمكن جمعها كلها في ضربتين الجزاء. يعني مش عايز اشبهها بضربة جزاء محمد صلاح في مباراه الكونغو ولكن هي شبيهه قريبه منها قوي. اللي انت في مباراه نهائيه وانت بتشوط الضربه الثانيه برضو في المباراه كانت صعبه. مش اي لعيب يقدر يقف الوقفه دي. الخبرات هي اللي افادته في موقف زي ده اكيد يعني بشكل كبير جدا. يعني حتى مستر كارترون طيب. لما الجون الثاني جه ضربه الجزاء عمل كده بالزبط. قال لك هو لاعب فكر كويس طيب. جدا. هستاذن حضرتك نروح سريعا نستقبل على الهاتف كابتن عبد المنعم شطه احد نجوم النادي الاهلي السابقين. يا كابتن شطه مساء الخير عليك. الو كابتن شطه تحياتي ليك وتحيات كابتن حماده صدقي. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ امير؟ ازيك يا حماده؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يخليك كابتن. يعني اني اكون معاكم ضيف ان شاء الله. احنا اسعد بكل أسعد. تاكيد وعايزين نستغل فرصه ان حضرتك معانا ونتكلم عن مباراه الاهلي والترجي. مباراه في البدايه كده بما انك احد اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي شفت المباراه ازاي وتقييمك ليها؟ والله المباراه كانت حقيقه صعبه. احنا كنا عارفين كويس من الاول انه الاهلي والترجي يعني لقاء ثأري لان انت عارف ان النادي الاهلي كسبه في المجموعات بالظبط وصعد كفريق اول يعني اول مجموعه اول المجموعه فبالتالي
ده يعتبر يعني من المباريات اللي بتبقى صعبه جدا انك تلعب فريق مرتين ويقابلك في النهائي، دي نمره واحد يعني عشان الصعوبه، وفعلا كانت مباراه صعبه جدا. احنا طبعا عندنا شويه مشاكل فنيه كده، انا حماده صدقي اكيد اتكلم عنها لانه حقيقه كان متابع وشايفه كان في التحليل، لكن انا هتكلم على 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 الفار بس. الفار في توضيح حضرتك عايز توضحه اكيد، اتفضل. انا حقيقه بصراحه انا اديت بكام لقاء صحفي كده، لكن وجدت انه الكلام اللي بقوله بيتاخد منه الاجزاء وبعد كده. طب عشان اوضح بس عشان اوضح للناس الكلام بتاع حضرتك كان ايه، كان بخصوص ضربتين جزاء النادي الاهلي، وبعض التقارير الصحفيه قالت ان حضرتك قلت ان ضربتين جزاء مش صحاح يعني، فاتفضل حضرتك وضح. طبعا بالظبط بالظبط، ضربتين جزاء صحاح يعني بدليل انه الحكم راح رجع للفار تمام تيقن من الفار انه ضربتين جزاء صحاح، يدل على انه ضربه الجزاء الاولى صحيحه جدا، ايد حارس المرمى كانت دافعه وليد ازارو بشكل تمام واضح جدا تمام، وتاكد منها وواضح انه قال لهم لا دي ضربه جزاء، والثانيه تاكد منها من المساعد لما بلغه قال له في احتكاك بين وليد ازارو والمدافع، وبالتالي رجع في 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 قراره وادى ضربه جزاء وراح شافها في الفار. فلما انا بقول انه راح شافها في الفار الناس افتكرت ان انا بقول انه دي ضربه جزاء، لا هي ضربه جزاء بدليل الحكم جريء جدا، الحكم واثق من نفسه، راح برغم انه في خمسه سته خبراء قاعدين في الفار في الاستوديو، استطاع من خلال تيقنه التام وتاكده من اللعبه في الملعب انها تطابقت مع الصوره، فبالتالي انا بوضح بس دي ضربتين جزاء صحاح بدليل الحكم ما رجعش في قراره مع الفار، دي نمرة واحد. تمام. نمرة اثنين، الفار أصبح دلوقتي بالنسبة للمباريات المهمة دي أصبح يعني لازم يكون في الفار موجود، بس احنا في الاتحاد الأفريقي محتاجين ندرب الحكام بتوعنا بأفضل طريقة سريعة، لأنه يعني أكثر من دقيقتين ودقيقتين ونص كانت الحقيقه فتره طويله تعتبر، المفروض ما تزيدش عن من 40 ل 50 ل 60 ثانيه مراجعه الفار دي، فدي حته مهمه جدا يجب ان يكون يعني ضعف الاعتبار، لانه الحقيقه الفار اصبح شيء مهم جدا في تحديد بعض الكرات او اللعبات الصعبه جدا زي ضربه الجزاء لما بالزبط تكون مثلا هاند بول، او تكون مثلا نتيجه تسلل، او تكون مثلا نتيجه تخطط المرمى وما اتحسبتش، كل الحاجات دي مهمه جدا في الفار. بس احنا محتاجين نتمرن اكثر ويكون عندنا حقيقه اجهزه افضل من الاجهزه دي، لانه حتى التصوير لو لاحظت كابتن حماده ما كانش برضه مساعد الحكم، يعني التصوير ما كانش بالقدر الكافي انه يقدر يشوفها من كم زاويه بالظبط، وبالتالي انا بقول كمان محتاجين لكاميرات زياده من خلال هذه. بس كان في 10 كاميرات يا كابتن شطه متواجدين، ومش شرط ان ال 10 كاميرات دول اللي بيصوروه بيظهر للمشاهدين، يعني ممكن بالزبط يكون هو شاف بعض اللقطات اللي المشاهدين ما شافوهاش. الانجلز مهمه جدا بالزبط، والزوايا اللي ممكن من خلالها تحدد بعض الالعاب الحقيقه مهمه جدا، ولكن احنا بنقول انه تجربه يعني قد لا تكون يعني مرضيه للترجي، لكنها اثبتت يعني انه الفار حقق للحكم كمان تاكده من هذه ضربتي الجزاء، الثلاث ضربات جزاء صحاحه الحقيقه. طيب ثلاثه مش الاثنين. طيب كابتن شطه، ايضا عايز اسالك عن جزئيه وليد ازارو، والبعض قال ان وليد ازارو ممكن يتعرض للايقاف بعد اللقطه المسربه، هي لقطه مش موجوده في شريط المباراه بالمناسبه، يعني هي لقطه مسربه من داخل الكابينه الخاصه بالتصوير المباراه، لكن اللقطة دي ممكن تؤدي لعقوبة لوليد ازارو رغم ان المباراتين لسه ما كملوش، يعني لسه في مباراة اخرى في نفس الدور، ولا بيبقى بعد كل دور بيتم تطبيق بعض العقوبات؟ طبعا حضرتك يعني احد الكبار اللي كانوا متواجدين في الاتحاد الافريقي. انا طبعا انا من خلال خبراتي لما تكون في حاجة بالشكل ده بتبقى في شكوى موجودة بتوصل للاتحاد الافريقي، السكرتير العام بيفتحها بيقراها بيبلغ بيها اللجنة، وبعد كده بتجيب الأدلة اللي أنت عايز تعملها، تعالى يا مراقب ادينا التقرير بتاعك، يعني الحكم ادينا تقريرك، ورونا اللي حصل إيه، ورونا إيه ماذا تم في هذه الحادثة، هل كانت سوء سلوك، ولا هل كان انفعال، ولا هل كان سد من المدافع، كل الحاجات دي محتاجة لإثباتات من خلال وثائق ومن خلال حاجات دامغة، حاجات يا صوت وصورة يا تقرير مكتوب من حكم أو مراقب معترف به من قبل الاتحاد الافريقي، عشان تبقى العقوبه يعني مرتبطه بخطوات معينه وباسلوب معين، لكن انا من رايي انه هذه اللقطه او هذا الموقف من وليد ازارو محتاج لوقت يعني وقت كبير على ما
بتحس من خلاله انك انت عندك مستندات. بيبقى بعد ما الجوله تخلص ولا لو في مستندات؟ اكيد مش هتلحق عشان تجيب شريط المباراه. تمام. الجاردير وتجيب الكابينه من العربيه تطلع شويه يعني كاميرات مكانات مسجله مش على الهواء. في جزء بيسجل على الهواء بالظبط، وفي جزء بيبقى موجود للريبلاي. صح. تاخد اقل من اسبوعين ثلاثه عشان تستطيع انك انت توقع عقوبه على وليد ازارو لو كان هو ادى هذا السلوك الى سوء سلوك. طيب. او كان هو انفعال نتيجه انه كان منفعل او كان من حقه انه ده انفعال. طيب. واخطا التيشيرت ده ما بيكونش سوء سلوك، لكن لو عمل هذا الامر عشان يكتسب يعني ضربه جزاء او فاول او طرد لاحد اللاعبين هذا يعتبر سلوك سوء سلوك مشين، وفي عقوبات موجوده في اللائحه صراحه بتعاقب مثل هذه. طيب كابتن شطه، اخيرا رؤيتك لمباراه العوده. والله انا النهارده وجدت حاجه جميله جدا ان هناك تقارب بين الجماهير، وانه في الاتحاد المصري والاتحاد التونسي عملوا تقريبا اتصالات، وفي هناك نداءات من تونس بتقول دي مباراه يجب ان يكون هناك روح رياضيه. بدات اعرف الحاجات دي في تونس، وطلبنا من النادي الاهلي والاتحاد المصري انه برضه يحاول في الفتره الاخيره دي يعمل تهدئه. حقيقه احمد يوسف طلع في لقاءات كان حقيقه كان على قدر كبير من المسؤوليه. قال لك احنا شعب واحد، واحنا لعبنا مع الانديه التونسيه اكثر من عشرات المرات. نعتقد انه هذا الامر لن يتجاوز مباراه كره القدم. حقيقه كانت رسالته واضحه، وان هم بكل كل احترام للترجي ومن انديه كبيره في القاره، وده شيء مهم جدا في الفتره الحاليه. يجب ان يكون هناك تهدئه، لانه حقيقه الجماهير هناك مشتعله جدا حقيقه يعني خلال صلاتي. ان شاء الله الامور تبقى جيده ومناسبه للمباراه النهائيه زي دي، واكيد هتفضل العلاقات يا كابتن شطه ما بين مصر وتونس والاهلاويه والترجاويه ان شاء الله هتفضل علاقات ممتازه، كان مش جيده بس يعني. ان شاء الله. اشكرك على التوضيح، اشكرك على تحت الفرصه. شكرا. اشكرك كابتن طبعا عبد المنعم شطه نجم نجوم النادي الاهلي السابق، كان معانا في مداخله مهمه جدا على الهاتف، واكيد يا كابتن حماده كان ليه بعد التصريحات المهمه بخصوص المباراه يعني. يعني طبعا لازم كان يوضح يمكن هو اتاخد من كلامه حاجات معينه فاهم غلط يعني فاهم غلط يعني هو. طيب. بيوضح يعني. نكمل كلامنا عن المباراه، خلاص خلصنا مباراه الذهاب، نخش بقى في المباراه الاهم وهي مباراه العوده ان شاء الله يوم الجمعه القادم. المباراه بتاعت العوده شايفها ازاي؟ النادي الاهلي الاسلوب اللي ممكن تكون حضرتك متوقعه النادي الاهلي يبتدي بيه هذه المباراه؟ اكيد طبعا هو لازم يحلل المباراه بتاعت اخر مباراه ليه مع اول اغسطس. التحليل يبقى جيد جدا. المباراه كانت مثيره للغايه. انا شايف المباراه تبقى كده، فيها اثاره. الجمهور كان ليه ده يعني دور كبير في حماس لاعبي الترجي. المباراه راحت من الترجي اكتر من مره. ويمكن كان في تعقيب من المذيع على بتاع المباراه، راحت الاهداف اللي يعني عنده ضعف في حارس المرمى، عنده ضعف في رامي الجريدي اللي كان حارس المرمى ما هو مش اللي لعب مش بن شريفيه اللي لعب المباراه الاخيره امام الاهلي، فعنده مشاكل دفاعيه كثيره جدا. والنادي الاهلي طبيعي جدا في المباراه الخارجيه بيبقى منكمش شويه لورا، فبيقدر يعمل مساحات لوليد ازارو لوليد سليمان، المساحات اللي نقدر نشتغل فيها بالظبط مع الضعف الدفاع اللي عنده، ولكن عنده قوه هجوميه. ازاي يبقى في واجبات دفاعيه بشكل كبير جدا للعناصر المهمه الموجوده في الترجي اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. كان في يعني شفنا سليف كلوبالي اخطا كتير جدا في الفاولات اللي كانت على 18، وكانت يعني كان فيها رعونه شويه منه. طب كابتن حماده، بمناسبه يعني الاخطاء اللي ممكن يكون ارتكبها لاعبي النادي الاهلي، هل ده ممكن يكون ناتج عن ضغط المباريات الكبير ومشاركه النادي الاهلي في 4 بطولات في توقيت قريب جدا؟ ده بيأثر على مستويات اللاعبين، وخصوصا ان احنا عارفين قدراتهم الكبيره بشكل جيد جدا. لا بس انا عايز اقول مستر كارتيرون كان بيحافظ على القوام الرئيسي الفتره اللي فاتت دي كلها. يعني مش طول الوقت الناس دي بتشارك، بس اللاعب اللي يمكن شارك في كل المباريات تقريبا سليف كلوبالي. وكان بيعمل يعني روتيشن واثر على النتائج وعلى الاداء فترات، ولكن هو باصص للبطوله الافريقيه على طول. النادي الاهلي لما بيشارك في اكثر من بطوله بتلاقي في الاداء في الماتشات المحليه في
في بطوله عربيه، الاداء مش هو المرضي لي عشان هو باصت للبطوله الافريقيه بشكل كبير. وده اللي شفناه، يعني راحت بعض اللعيبه، ممكن زي ما انت قلت سليف كلوبالي يمكن اكثر اللعيبه المشاركه في الفتره اللي فاتت. لا هو كان في حماس زايد من سليف، معني سليف عنده خبرات كبيره في افريقيا. لازم يبقى في عندنا حذر شويه، البطوله قبل كده مع مازيمبي مع مازيمبي، فلازم عندنا حذر في الناحيه الدفاعيه بالذات في الثلث الاخير بتاعنا. اللعيبه بتعرف تاخد فاولات، عندهم خبرات كبيره جدا، ازاي هو اعتماده كله على الكور الثابته، الكور الثابته او زي ما قلنا الحلول الفرديه من البلايل مثلا، هو اللي بيشتغل بشكل كبير جدا، وده مكمن الخطوره بتاع الترجي بصراحه. لعيب مميز جدا، بيعرف يخترق، بيعرف ياخد فاولات، بيعرف يخترق، بيخلق فرص للتهديف بشكل كويس جدا، بالذات بالحاجات العرضيه اللي بيعملها، تحركه داخل الملعب. يبقى لازم عندي واجبات للناس دي، الناس دي مين يقف معاها بشكل كويس. طبعا هاني لما يلعب على البلاي لازم يبقى واقف على رجليه كويس جدا وقوي صلب، في مسانده من وسط الملعب. نص الملعب ما كانش على المستوى في المباراه الاولى بالامانه، كان حسام والسوليه، وكان وليد بعيد شويه، يمكن وليد كان بيهتم بالناحيه الهجوميه اللي بيقدر يخلق لنا فيها الفرص، وده مهم بالنسبه لنا طبعا حاجه. لكن في مباراه الذهاب بالذات يعني يمكن السيناريو اللي اتعمل في ماتش الترجي بره قبل كده، كان كنا احنا راجعين، كان وليد راجع بشكل كويس جدا قدام الاثنين، كان في قافلين الضغط، كان ساعتها بيلعب هشام محمد وحسام عاشور، وكان الضغط اللي بنعمله بشكل كويس جدا في المناطق الخطره بتاعتهم. ازاي يبقى في مسانده من اسلام محارب مع ايمن اشرف، ازاي مع حمودي لو لعب مع هاني، الاطراف بيبقى عاملين جبهات دفاعيه كويس جدا. انا بقول بتكلم كتير على الناحيه الدفاعيه عشان دي اللي هتبقى عليها الضغط كتير قوي. وازاي افكر بعد التحول بتاع السريع، هو عنده تحولات سريعه جدا لما لعب في مصر، برضه بيبقى واقف في نص ملعبه وقافل مساحاته وبيتحول بسرعه يمكن باربع لاعبين بسرعه كبيره جدا. ده المطلوب من النادي الاهلي هناك، النادي الاهلي هناك في وقت انت بتعمل الضغط الامامي في سيناريو معين انت بتعمله، ازاي بتعمل الضغط الامامي في حتت معينه، وازاي بتلم نفسك في وقت معين، بتبقى قافل مساحات، ما بتديش فرصه للفريق اللي يقدر يحضر عشان يطلع الكره في مساحه. اهم حاجه ما تخليلوش مساحه للعب خالص. يعني بالذات اللعيبه اللي هي مهريه، الاطراف البدري والبلايلي الشعلان اللي في وسط الملعب، دولت اماكن الخطوره بتاعه الترجي. هو بيعرف يوصل كويس قوي وبسرعه على الاطراف عشان يعمل كره عرضيه اللي بيبقى فيه تكمله جامده من طه، من الشعلاني، من الناحيه الثانيه اللي بيكمل البلايلي او انيس، لو انيس اللي بيطلع من الناحيه الثانيه تلاقي الشعلاني داخل، فعنده زياده عدديه اي كثيره جدا في ال 18. التمركزات بتاعتنا لازم تبقى جيده جدا. هو التركيز يعني اول حاجه، التهيئه للمباراه نفسها قبل المباراه، التهيئه نفسيه ازاي اللي انا ابقى داخل الملعب بس مش باصص لبره الملعب. يعني اللعيبه في داخل الملعب ما ينشغلوش باللي بيحصل بره. صح، ده مهم جدا، وده موجود في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي موجود، لاعبين النادي الاهلي متعودين على الجزئيه دي بشكل عندهم كبير. من الخبرات، بس دايما المدرب بياكد الحاجات دي، ومستر كارترون عنده الميزه دي، عنده الميزه بتاعه ازاي بعمل استنفار عند اللعيبه، ازاي بهيئ اللعيبه لمباراه زي ديت، اللي هو بقى ما خلوش بقى اوفرلود، ما خلوش متنشن قوي، لا يبقى واقف في المستوى في النص كده، واقف صح، ما يبقاش في تنشنه زياده. عندك ثقة وعندك استحواذك وعندك كل حاجة، ولكن اهتمام قوي جدا بالمباراة في التهيئة اللي قبل المباراة. دي في المباراة الكبيرة ده المطلوب فيها، مطلوب فيها التواجد بتاع النادي الأهلي، الخبرات الموجودة عنده، ازاي عنده الثقة، ازاي مش خايف من الموقف نفسه. في لعيبة بينزل في المباراة دي ما بيقدرش، الضغط الجماهيري مع القوة الهجومية اللي هتبقى موجودة، ممكن تلاقي الحكم برضه يتغاضى على بعض الحاجات اللي شفناها في مباراة أول أغسطس. يعني كانت كل الحاجات اللي هي فيها شك بيديها للترجي، ممكن تلاقيه ده موجود هنا موجود، فما ما تشدش مع الحكم برضه، دي مهم جدا اللي أنت تكسب الحكم في صفك، مابقاش أنت بتعمل تنشانة زيادة. ضغط إعلامي كبير بعد المباراة الأولى بالظبط كده، ده هيأثر بشكل كبير
فعل المباراه. طيب اكيد دي جزئيه مهمه، لكن تتوقع الشكل اللي لعب بيه مستر باتريس كاشتيرون وايضا معين الشعباني المدير الفني للترجي، نبتدي مستر باتريس كاشتيرون، هل يامن الاول نص الملعب او وجهه نظر حضرتك الفنيه شايف ان هو يبتدي ازاي هذه المباراه بالسيناريو بتاعها؟ وفي المقابل معين الشعباني مدرب الترجي هل هيبتدي ضاغط هجوميا ولا هيكون عنده توازن، خصوصا ان هو ايضا كمان محتاج لهدفين ضروري عشان يقدر يفوز باللقب يعني؟ بالظبط، يعني بص انا مش شايف يعني الاهلي والترجي مش هيغير كتير في التيم خالص، يعني ده مثبت التشكيل، يمكن نفس التيم ده اللي لعب معانا من شهرين هو تغيير بس الباكليفت مثلا هو اللي اتغير، ربيع نزل مكان مش فاكر الاسم، لكن نفس التشكيل هو النادي الاهلي نفس التشكيل بتاعه ما بيغيرش، يمكن تغييره بتبقى في اضطراريه لو في مثلا احمد فتحي مش موجود خلاص يبقى هاني المتواجد، الناس الموجوده في الملعب يعني دي اللي رجليها يعني في الملعب وعندها الموجوده في الملعب بقالهم فتره هم اللي هيكونوا متواجدين، لكن اسلوب اللعب بقى اشك بحد عامل مفاجاه في تشكيل في صعب التشكيل بتاعه صعب في مباراه بالظبط، لكن هي السيناريو بقى بدايه المباراه عامله ازاي، مين هياخد المبادره في الاول؟ النادي الاهلي لو باخد فرقه ترجي بهدف هيلخبط حساباته ويخلي الجمهور ده ضغط عليه طبعا. مش على النادي الاهلي، ضغط على لعيبته اكتر. هي البدايات ازاي تبقى بدايتك قويه في مباراه زي ديت، يعني البعض يا كابتن حماده بيقول ان الاهلي يبتدي بتامين دفاعي وتامين في نص وسط الملعب، ما تضغطش نفسك، البعض الاخر بيقول لك لا الاهلي يلعب بشكل طبيعي جدا التوازن ويحاول يخطف هدف بالزبط. انت مع انهي اتجاه؟ انا مع التوازن بتاعه، لكن انا لو نزلت من بدري اللي انا راجع قوي قوي في وسط ملعبي هيبقى خطر، هيبقى خطر جدا، هو بيشتغل على الكره الطويله يعني تلاقي الكره الطويله ومسبب لك مشاكل يعني احنا غلطنا برضو في مصر هنا، خروجنا من الكره من تحت مش قادرين نخرج فاضطرينا نلعب الكره الطويله اللي هي كانت لصالح الترجي معظم الوقت، لكن لما مسكنا الكره وقدرنا لما بيلعب بالطريقه دي على فكره يعني الاهلي دايما كورته على الارض، والله احنا بقالنا فتره يمكن ماتشين ثلاثه لعبنا على الارض، لكن بقالنا فتره برضو بنلجا للكره الطويله، ده من نص الملعب يعني معلش ده نص الملعب هو اللي بيقدر يعمل التواصل للخطوط كلها هي اتصالات من نص الملعب، المدافعين ورا ببني ازاي، نص ملعب بتحرك ازاي، الاطراف بتشتغل ازاي، بنعمل ده التواصل، ده التكتيك بتاعني بشتغل ازاي، في ازاي اقدر اوصل الكره بس السرعه بتاعت التمرير التحرك بدون كره، الحاجات اللي مميز بيها النادي الاهلي. الحسابات مختلفه في المباراه النهائيه، انت هتبقى رد فعل ولا الفعل، بدايتك عامله ازاي، يعني دايما البدايه بتاعتك السيناريو بتاعك عامل ازاي؟ لما تيجي ترجع انت فاكر مباراه الصفاقسي كان في تكتيك عالي جدا مع عامله مانويل جوزيه، طبعا في 2006 امن ينسى اي تفاصيل المباراه 1-1 في مصر هناك بدايته تقول ايه ده هو مش عايز يطلع لقدام خالص، هو ابتدى لعب اكوتي ساعتها في نص الملعب مع اعتقد حسن مصطفى كان في حد كمان في نص الملعب، انا مش فاكر التشكيل بس انا بقى فاكر التكتيك نفسه لعب ثلاثه يعني في نص الملعب، كان في فكره معموله وتغيير عماد متعب في الدقيقه 40 عشان ياخد الاحساس بالظبط، وبدايه الشوط الثاني عامله ازاي، فكان في الماتشات دي محتاجه سيناريوهات، امتى هبتدي هدافع، امتى هروح اعمل الضغط الامامي بالظبط، امتى هبتدي اشتغل في توقيتات، انت اللي كسبان، هو اللي عنده صربعه اللي يجيب جون، محتاج يطلع بيجيب لك جون الشوط الاول والشوط الثاني يبقى ليها حسابات ثاني، انت نفس الكلام اللي عندك حساباتك اللي انت ازاي في وقت معين تلاقي المساحه بتاعت ازار السرعه بتاعته، التكمله بتاعت وليد، التكمله بتاع حمودي، التكمله بتاع اسلام محارب، ربنا يوفق اللي هيكون موجود، امتى هعرف اشتغل اروح الدفاع اللي هو دفاعه ضعيف جدا، الاطراف حتى عنده في ضعف في العمق عنده مشاكل، ابعد عن نص الملعب، نص الملعب تحاول تلعب على الاطراف بشكل كبير جدا رغم غياب فرانكم في المباراه دي ممكن تستغل ايضا، ما تعرفش مين البديل بتاعه بس عندهم نص ملعب قوي، نص ملعب بيعرف يطلع بالكوره بشكل كويس، كوليبالي لعيب كويس جدا بصراحه، كوليبالي هايل والشعلاني كويس جدا طبعًا. بيشتغل اللي هو تحت راس الحربه بيشتغل مع طه ياسين بيتبادلوا مع بعض، هو بيعرف يكمل كويس جوه ال 18، الكره الثانيه مهمه جدا في لو ابتدى انت لو قفلت له مساحات هيبتدي يلعب على الطويل، الطويل ده محتاج مين واقف صح في الكره الثانيه، سوليه، حسام عاشور، وقفتهم عامله ازاي، الحاجات دي المفروض يعني طبعا مستر كارتون اكيد بيكلم اللعيبه في الحاجات دي ومذاكره المباراه بشكل جيد، يعني تحليل الفرقه في الماتش اللي هنا، تحليل ماتش اغسطس اول اغسطس يتحلل بشكل كويس جدا،
الفرقه عرفت توصل، فريق اول وسط عرف يوصل ويجيب اهداف من واحده من كره ثابته وواحده من تكمله، وظهر مساحات كتير عندهم ورا هدف لم يحتسب. انت لما بتوصل قدرت كمان لم يحتسب بالظبط بصراحه، قدرت توصل عند بتسبب له مشاكل كبيره جدا. لكن ما تخليش الكوره معاهم وهو في نص ملعبه والمهاجمين بيشكلوا خطوره كبيره جدا عليك. الماتش صعب قوي، صعب جدا يعني، من اصعب اللقاءات. البعض شايف ان النتيجه البعض شايف ان النتيجه يعني تعتبر مطمئنه شويه، لكن ده على ارض الواقع اعتقد ان صعب جدا. انت بتلعب فريق كبير جدا بحجم الترجي وسط جماهيره، كمان جماهير هتكون غفيره متواجده في الملعب. الفريق وصل لمرماك اكتر من مره. الفريق كان ممكن يخرج المباراه 3-2. الكره الاخيره بتاعه الشناوي القدري يقفل الزاويه بشكل كويس جدا. فعنده المهارات اللي يقدر يوصل بيها بشكل كويس. انت كنت مديله مساحه، يعني ما كانش بتعمل الضغط كويس بالذات في نص الملعب. مدي مساحه للبلايلي يبتدى بيستلم، ما تخلوش يستلم، ده لعيب خطير جدا طبعا، عنده المروعه وعنده المهاره وبيعرف يوصل كويس جدا. عندهم شراسه جوه ال 18. انت لازم تبقى قوي جدا واقف بشكل كويس جدا، انت ما توصلوش لمرحله الخطوره. ازاي تقف في الملعب وتعمل الوقفات الدفاعيه بتاعتك السليمه. التيم كله بيهاجم جماعي، مساحاتك كلها قريبه من بعض، ده مهم. حاجات كتيره جدا في المباراه دي ليها حسابات وليها استراتيجيه بتلعبها انت هناك بره. زي ما قلت والنادي الاهلي ان شاء الله قادر يسجل الهدف ده، هيفرق بشكل كبير جدا هناك ان شاء الله. بالنسبه بقى للاستراتيجيه اللي ممكن نكون متوقعينها لفريق الترجي ومعين الشعباني مدير الفني، حضرتك تتوقع ان هو يبتدي ازاي اسلوب لعبه في المباراه دي؟ هو مش هيغير طريقه لعبه، يعني زي يعني لو اتفرجت على المباراه اللي قبل كده بتاع اول عز، هو نفس الشكل بتاعه. بيعتمد على الفرديات اللي هي الاطراف، بيعتمد على القوه بتاعت نص الملعب، بيعرف يمسك نص الملعب بشكل كويس جدا، بيعرف يوصل. لكن كل يعني اول ما بتقطع الكوره بتتنقل الناحيه الثانيه عنده، بيبقى عنده خطوره، بتظهر مساحات في خط ظهره بشكل كبير. تمام. عندهم تهور، عندهم اندفاع بشكل قوي جدا، حتى الطرد اللي هو اللي مش هيتلعب ماتش اللي هو الزوادي، شمس الدين زوادي، هو مميز في الكوره الهوائيه. لكن على الارض لتحت في مشاكل عندهم ورا. فبس هتلاقي دايما هو قريب، يعني عارف الخطوط بتاعته، هتلاقي دايما عامل ضغط عليك ضغط عليك. دي لازم استغلها، لازم اشوف الوقت المناسب. تحرك ازاره مهم جدا في المباراه دي. اكيد هو تحركاته بصراحه ما يبذلش يعني بس باوقات بيبذل مجهود زياده عن اللزوم. لازم يعني يامن نفسه شويه في حته المجهود. ازاي اختار التوقيت اللي انا اخلق المساحه اللي هاجري فيها؟ طبعا دي محتاجه الراجل صانع اللعب اللي في نص الملعب. وصانع اللعب عندنا النهارده مش عايز اقول وليد سليمان لوحدي، احنا شفنا عمرو السوليه بيطلع ازاي جنب وليد طبعًا. ده مهم جدا. ما يبقاش وليد لوحدي في الحته دي واثنين الديفندر راجعين له قوي لورا، فالمساحه دي بتعمل لنا مشكله. لازم وليد يبقى قريب، لازم ممكن نلعب اربعه قدام حسام قدامهم وليد وعمرو السوليه، يعني في اوقات من المباراه لازم الاثنين دول يبقوا قريبين من 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 بعض، يعني السوليه بالذات ما يبقاش وليد لوحديه يبقى تعتمد انت على وليد بس هو اللي بيصنع اللعب. لا، ممكن حسام عاشور في وقت هو اللي بيصنع اللعب، السوليه هو اوقات هو اللي بيزيد بشكل كويس. يبقى في زياده عدديه في التحولات بتاعتنا، وانا بهاجم انا بقطع الكوره، لازم الكوره بتاعتي سريعه في التحول الهجومي بشكل كبير. تمام. هتفرق معانا كتير جدا، لكن مش هعتمد كل مره ان انا الكره مع وليد طول الوقت، هو اللي هيبتدي هو اللي مش هيخلص، مش هيقدر. ومش كل كره هتلاقي وليد ازارو عامل له مثلا 100 سبرنت في كل كره. لا، لازم يبقى في هدوء شويه. امتى هتحرك؟ امتى هعمل السرعات بتاعتي؟ امتى هستغل هاني بار لما يطلع؟ امتى هستغل ايمن اشرف؟ مش طول الوقت الاثنين ثابتين، لا، لازم واحد بيكمل واحد مستني. يعني عندنا مجموعه بتقف لما الكره تبقى معانا، ازاي المجموعه الدفاعيه واقفه صح عشان الهجمات المرتده اللي لو في ميس باص، يعني برضو الميس باص كان كتير قوي هنا في مصر. يعني ما بنكملش من عندنا ما عندهم، يعني عندهم ميس باص عندنا ميس باص. المباراه بشكل عام من الناحيه الفنيه كانت ضعيفه جدا، صعبه مش حلوه، لكن هي فيها مجهود بدني كان عالي قوي. فيها تكتيك دفاعي من الفرقتين قوي جدا، كل فرقه عايزه تقفل مفاتيح اللعب، وسايب انت سايب الامور للحلول بتاعه اللعيبه داخل الملعب. انت سايب وليد يحل، ازارو يحل، لكن كشغل بتطلع بالكوره بتعمل تواصل بين الخطوط ما كانش موجود. تمام. ولا عنده هو نفس الكلام.
بس جت خطوره منه هو كتيره قوي. كان في خطوره من عندهم، كان في خطوره من عندنا يعني نوعا ما. مش هي دي برضو، لكن اللي هي تعبر عن النتيجه برضو. تمام. يعني مش اللي يقول 3-1 يبقى المباراه قويه جدا ومن هنا ومن هنا واستحواذ من النادي الاهلي، لكن النتيجه ما تعبرش عن سير المباراه، ولكن النتيجه كانت صالح. ودي المباراه النهائيه فيها اداء من كده. المباراه النهائيه انت 3-1 خلاص كسبت 3-1 جوله اولى، لازم افكر في الجوله الثانيه بشكل واقعي ودراسه الخصم بشكل كويس جدا. طيب عايز اخد تقييم حضرتك لمحمد هاني لما نزل مكان احمد فتحي المباراه السابقه، وطبيعي او البديهي ان محمد هاني هو اللي هيلعب مكان احمد فتحي المباراه المقبله. تقييمك ايه للدقائق اللي لعبها محمد هاني، وخصوصا ان هو بصراحه يمكن ظهر بشكل مرضي يعني. خلاص انت حل. ايوه لا يعني لا يعني انا راضي. الرؤيه الفنيه طبعا بتبقى مختلفه من حضرتك اكيد. لا لينا كلنا كان مرضي. يعني الواحد كان قلقان بقى، هو بعيد عن الملاعب بقى له فتره. يعني برده ما بياخدش باستمرار هاني لما كان بيبقى ثابت في المكان ده وخد ماتشات كتير قوي. قلنا يلعب منتخب مصر بالظبط، ظهر بشكل كويس جدا. لكن لما بيبعد هو لعيب كورته حلوه كمان. واكيد هو تقل شويه دلوقتي، بقى كويس، ابتدى يفكر. يعني برضه هاني اللي عايز المدرب يتكلم معاه كتير عشان ما يبقاش في قلق عنده او خوف. احسن لعيب عند الترجي بيلعب ناحيته البلايلي، هو اخطر لعيب. هاني عنده سرعات، عنده القوه الدفاعيه كويس، بيدافع بشكل كويس جدا. عنده التحول السريع، بيعرف يكمل بشكل كويس جدا. وهاني محتاج ما يبقاش في توتر عنده بس، هيبقى كويس جدا. لكن هو لو توتر او خاف من المباراه بتبقى صغر عندك بالامانه. تمام. لكن هاني لعب كويس جدا. هاني راح منتخب مصر وهو ما بيلعبش في النادي الاهلي. من الحاجات المحطوطه من اللعيبه اللي بروميسنج وواعد ومحطوط في منتخب مصر، من الناس هيبقى ليهم مستقبل وبينضم كل معسكر، فدي حاجه كويسه جدا. دي بتدي له ثقه ان شاء الله. يبقى هاني موفق باذن الله، يبقى هو مفتاح لعب ليك برضو، مش هيبقى دافع بس، يبقى دفاعي وهجومي. مهم جدا انت في الحاجات دي بتوقف كويس في وسط الملعب. واللي بيشكل لك خطوره كبيره الاطراف اكيد. يعني لو اشتغلنا الجبهات المباراه هتبقى في العمق مقفوله بشكل كبير جدا. تمام. فحلها اللي انت تقدر ازاي تطلع بهاني في كوره معينه مع حمودي، الاثنين بيعملوا جبهه. لو لعب حمودي محتاج برضو المهاره الفرديه اللي هتحل في وسط الزحمه بتاعت وليد سليمان، بتاعت حمودي، بتاعت اسلام محارب، يبقى انشط شويه هجوميا. اسلام بيبقى بيشتغل دفاعيا كويس جدا، يعني بتلاقيه بيقفل الجبهه بتاعته بالزبط. كويس جدا. بيشتغل مع ايمن اشرف في الجبهه، مفيش خطوره يعني، نادرا ما تلاقي خطوره من الجنب ده اكتر. لكن في خطوره بتلاقيها عند حمودي شويه، حمودي بيخش جوه الملعب كتير. رجوعه مع الباك بيبقاش مش كتير، لكن هناك اكيد اوتوماتيك بتلاقيه بيرجع، خطوطنا بتبقى قريبه، في تراجع لورا في ال 35 متر لورا، هيبقى فيها لقف المساحات. طيب في بعض الامور اللي ممكن ما تكونش ظاهره للناس من خلال العوامل النفسيه الخاصه ببعض اللاعبين، وتحديد عايز اتكلم على عمرو السوليه ووليد سليمان. عمرو السوليه النهارده تم اختياره انضمام لمنتخب مصر اخيرا بعد فترات كبيره. في المقابل وليد سليمان اعتقد يعني عمرو السوليه هيكون معنوياته مرتفعه طبعا بعد انضمام منتخب مصر. في المقابل وليد سليمان بعد الاداء الرائع اللي بيأديه على مدار الموسم برضه ما تمش اختياره للقائمه الخاصه بمنتخب مصر. هل ممكن يتاثر وليد سليمان نفسيا؟ الجزئيتين دول حضرتك شايفهم ازاي بالتحديد؟ وليد اتاثر ساعه ما راحش كاس العالم بس يعني احنا كنا بنتكلم والله قبل، يعني كان وليد متالق الفتره دي زياده فعلا، لكن قبل كده كان متالق. وكنا بنطالب ان وليد لازم يكون مع منتخب مصر طبعا كاس العالم. انا والله اتكلمت كتير جدا على وليد وعلى عمرو السوليه في كل مقابله، اي حقيقة. تحليل مباراه بتكلم الاثنين دولت مهم جدا يكونوا موجودين في مصر عشان يستاهلوا. ادائهم، خبراتهم. ما اعتقدش وليد عنده خلاص، عنده خبره كبيره جدا. ما اعتقدش عدم اختياره هيأثر معاه. هو أثر معاه صراحه، واتكلم معايا كتير جدا ساعة كاس العالم. هو كان حلم لاي لاعب ان هو يكون متواجد في، وهو كان حقه يروح، كان يعني صراحة. عمل لكن كان اختيارات مستر كوبر للمجموعه اللي لعبت معاه المشوار كله. كان زي ما تقول مكافاه معنويه للناس اللي وصلوه كاس العالم. في المقابل عمرو السوليه هيكون معنوياته مرتفعه، وهي يعني هيزداد تألقه كمان ان شاء الله. ان شاء الله هو يستاهل عمرو السوليه يستاهل. عمرو يمكن اللي حرمه ساعتها كان الاصابه. كان ممكن ينضم في المنتخب مصر، لكن عمرو من اللعبه كويسه جدا، من الديفندر اللي هو
بيكمل بشكل كويس، كورته كويسة، عنده قوة دفاعية بشكل كويس. يمكن هو مختلف شوية عن حسام، طبعا حسام طبعا من اللعبة القوية جدا اللي بيعرف يعني ميزة النادي الأهلي استحواذ يعني حسام عاشور هو اللي بيعرف يدور الكرة بشكل كويس، لعيب كبير طبعا، قدراته عالية جدا في التسليم والتسلم وتدوير الكوره بشكل كويس جدا. فلا عمرو يستاهل يبقى موجود في منتخب مصر، يب الاختيار ده يبقى له مردود عنده في الملعب في المباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. في جزئيه اخرى برضه هي خاصه بغياب فرانكو، واتكلمنا على الغياب ده اكيد هيكون مؤثر بالنسبه لفريق الترجي. هل ممكن يكون في تفكير عند مستر باتريس كارتيرون ان هو يستغل هذا الغياب بتواجد ثلاث عناصر في نص الملعب، مثلا لو هشام محمد لائق لخوض المباراه يكون بجانب عمرو سولاي وحسام عاشور، ولا راي حضرتك الفني ايه بخصوص هذه الجزئيه؟ ده يعني وارد. يعني وارد طبعا حسب مستر كارتيرون. فكره يمكن قلناها في اكثر من استوديو ان ممكن في مباراة زي دي يلعب بثلاثة ووليد يلعب على طرف من الأطراف، يبقى في اثنين تحت أزاره منهم وليد سليمان وممكن يا حمود يا إسلام محارب، الاثنين دولت ويملى نص الملعب لو الحالة الفنية بتاعة هشام كويسة. يعني أهم حاجة هو عنده إصابة يعني خفيفة كده في العضلة الخلفية، لسه يعني ما اتضحش هل هيكون جاهز للمباراة ولا لا. يبقى ما أعتقدش هيلعب، بس كان بيتم أو التصريحات اللي كانت طالعة إن بيتم تجهيزه لمباراة الإياب، يعني يا رب يعني وارد ان هو يكون متواجد. اصل لازم ان شاء الله يبقى يعني باذن الله يبقى جاهز حتى لو ما بداش المباراه، انت محتاجه في اثناء المباراه طبعا. بتيجي في وقت من الوقت انت محتاج بالظبط النتيجه في صالحك، انت محتاج تمسك الكره بشكل كويس جدا. يعني برضو كل ما الكره تبقى معاك وفي سرعه في تدوير الكوره والاستحواذ بتاع النادي الاهلي ده، طول ما الكره معاك انت بتهمد الفرقه الثانيه، بتفقد الثقه فيهم، خطوره ممكن تيجي ليك طالما الكره معاك انت قادر تستحوذ عليها. لكن اللي شفناه في مباراه مصر احنا مش قادرين نستحوذ على نص الملعب خالص. يعني مش قادرين نعمل ثلاث اربع باصات والثالثه بنعملها كره طويله لوليد ازارو، بيفقدها وليد ازارو، بتروح لوليد سليمان بيعرف يشتغل فردي كويس جدا وبيعرف يطلع. يمكن كان في تحفظ شويه من الاطراف، يمكن ما شفناش ايمن اشرف وقت كبير بيطلع، ما شفناش فتحي قبل، يمكن فتحي في الكره اللي طلع فيها جاله رجعت الاصابه تاني. فمهم جدا يبقى لينا دور في نص الملعب. يعني المعركه كلها هي معركه وسط الملعب في المباراه دي. المعركه الحاجه الثانيه الكره الثانيه، لو لجا هو للكره الطويله ازاي، ما عملش فاولات ازاي، اقدر اخد الكره الثانيه بشكل كويس جدا. محتاج التركيز واحتاج الوقفه بتاعه الفريق عامله ازاي. مباريات زي دي يا كابتن حماده، واكيد حضرتك عندك خبرات كبيره يعني في سواء في التدريب او كلاعب كره، مطلوب ايه من اللاعبين؟ الكلام اللي يتقال للاعبين قبل مباراه مهمه زي دي امام الترجي التونسي. ما احنا اتكلمنا فيها كل الحاجات اتكلمنا فيها، التهيئه للمباراه، يعني الحاجات الفنيه اللي بيتكلم فيها مستر كارتيرون والجهاز الفني اللي معاه، شرح كل الاخطاء اللي كانت موجوده. احنا بقى لنا فتره في اخطاء كتيره جدا، بالذات اخطاء دفاعيه موجوده عند النادي الاهلي، حتى في الماتشات المحليه، الماتشات ماتش الوصل الاماراتي، ماتشات الافريقيه بتاع كامبالا سيتي. الحاجات دي كلها اكيد مش عايزين نشوفها في المباراه دي. يعني تقليل الاخطاء مهم جدا جدا، في اخطاء تحصل بس تبقى اخطاء يعني اقل، يعني المباريات دي عايزه اخطاء قليله قوي، ما تدخلش ما تبقاش في منطقه خطر عندك. يعني ممكن اغلط في نص الملعب، اغلط في الناحيه الهجوميه عندي، لكن في الجزء الاخير ده ما فيش اخطاء. مفروض يعني تحاول توصل لنسبه عاليه ان انت ازاي توقف صح، يبقاش في مساحات تقدر تضيع. حته الضغط اللي الاهلي مميز بيها، لا عايز اشوفه في المباراه دي. يعني لازم يبقى في ضغط قوي جدا في نص الملعب، تمام، ما يبقاش في استلام، هم بيستحوذوا في نص الملعب ليه؟ عشان ما فيش ضغط. مكان ما بتقطع الكره مني، النادي الاهلي عنده القدره اللي بجيب الكره مكان ما بتقطع مني الكره، فين قطعت؟ هنا مثلا عند وليد سليمان ناحيه اليمين، تلاقي الضغط كله جاي هنا بالزبط. كويس جدا. ده المطلوب في الماتشات ديت، اللي انا ما ادلوش فرصه يفكر يعمل ايه. ما هو ممكن يفكر من ورا، يبني براحته ورا، لكن لما يخش في المنطقه بتاع نص ملعبي
ازاي ما ادلوش يعني يقدر يتحرك، ازاي ما ادلوش يعمل ثرو باص للبلالي لانيس لطه اللي بينزل يستلم، لا ده كله لازم يبقى فيه ضغط قوي جدا. الضغط مهم جدا في المنطقه بتاعتي بتاع ال 30 متر في نص الملعب، ازاي الفرقه كلها واقفه خطوطها قريبه من بعض، مفيش مساحه للاستلام. ده المهم جدا، انت كسبان 3-1 يعني انت مش محتاج دلوقتي، يعني انت لو انت متعادل او متعادل 1-1 قدر الله هنا بتبقى محتاج تجيب هدف، فبقى عندك ازاي هتفكر تبقى تفتح الملعب وتروح تجيب. لكن انت كسبان طول ما الوقت بيعدي، طول ما انت اللي كسبان الثقه بتيجي لك انت والتوتر بيجي له هو. طيب اكيد دي جزئيات مهمه برضو. من ضمن الاشياء المهمه يا كابتن حماده وهو مرافقه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للبعثه، كان رئيس بعثه وهو يمكن اصر على هذه الجزئيه. مدى اهميه الموضوع ده ان الكابتن محمود الخطيب سواء باسمه الكبير او كرئيس نادي للنادي الاهلي ان هو يكون متواجد مع البعثه ان شاء الله في رحله مهمه زي دي؟ طبعا بتدي ثقه كبيره للاعيبه، بتدي ثقه للجهاز. الرئيس مجلس اداره طالع رئيس بعثه في مباراه مهمه، مباراه نهائيه، اكيد بتدي دافع قوي جدا، تعمل دوافع عند اللعيبه مهمه جدا. ما دي اللي بقول لك، دي العوامل خارج الملعب اللي بتعمل تهيئه للعيبه للمباراه، ازاي نازل عنده دوافع قويه جدا. ده من ضمن الدوافع لرئيس النادي كابتن محمود الخطيب متواجد كرئيس بعثه في المباراه ديت، واللعيبه كلها عارفه مصر كلها وراهم اكيد طبعا، ويبقى بيخلق عندهم دوافع قويه داخل المباراه ان شاء الله. تمام. تلاحم البطولتين ورا بعض، يعني دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يخلص هيبقى فيه قرعه وعلى طول هيبقى فيه بطوله اخرى، هل ده في صالح النادي الاهلي من وجهه نظرك ولا شايف انه هيضر بالنادي الاهلي شويه خصوصا ان هو بيشارك في عدد من البطولات الاخرى؟ هي سنه استثنائيه السنه دي، يعني مش هتحصل، يعني ما اعتقدش هتحصل تاني ان انت هتقعد تشارك في 4 بطولات في وقت واحد. بالظبط. ولازم يبقى ليها، وده عليك وكل الفرقه اللي هي واصله زيك نفس الكلام بالنسبه له، اللي بيشارك في افريقيا وبطوله عربيه وعند دوري وكاس، فدي هتبقى سنه استثنائيه. احنا اهم حاجه تفكر فيها البطوله بس الماتش الجاي، ما بتفكرش بعد كده هتعمل ايه، يعني تخلص ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله بالكاس باذن الله، بعد كده هتفكر ازاي يبقى عندك الفرقه الكبيره اكيد عنده البدائل بشكل كويس. البدائل واكيد هيبقى في تركيز على المعد البدني، ازاي يهيئ اللاعبين بدنيا كمان المباراه دي يا كابتن حامد. المباراه دي او البطوله عفوا، البطوله بعديها على طول يعني. اكيد بس يعني ده على تلاحم البطولتين مع بعض. بص هو ده بيعتمد على التيم ككل اللي هي مثلا ال 25 لاعب اللي عندك. تمام. مع المجموعه اللي هي تحت السن اللي معاك. لازم كله يبقى جاهز. اكيد. وده انا كان ليا اعتراض عليه، ده مش موجود عندنا في النادي الاهلي. لما جينا احتاجنا المجموعه اللي هي اعمل بيها الروتيشن ما ظهرتش بالشكل المفروض نشوفه فيه. يعني عامه النادي الاهلي من زمان اي حد بعيد بعيد بتخش بتلاقيه جاهز، تقول ده ايه ده، يعني ما بتحسش بالنقص اللي موجود في داخل الملعب. بالظبط. بتحس ان اللعيبه كلها جاهزه، ودي مسؤوليه اللعيبه اللي بتمرن كويس جدا، لازم تتمرن كويس جدا، مسؤوليه الجهاز الفني ازاي بجهز اللعيبه ديت، وابقى من خلال ماتشات وديه، من خلال اللي انا ممكن انزل العب مع 97، شفناها بعض اللعيبه ينزلوا عشان ابقى جاهز طول الوقت. انا متهيألي كل اللعيبه لعبت وكل اللعيبه هتشارك، كله لعب وكله هيشارك، ولكن احنا شفنا بعض اللعيبه لما شاركت ما كانتش جاهزه فنيا ولا بدنيا. فده مسؤوليه اللعيبه زي ما قلت، مسؤوليه الجهاز الفني. برضه الفتره الجايه انت محتاج زي ما انت قلت القرعه تعمل على طول بعد بالظبط بعد البطوله، ربنا يكرمنا ان شاء الله وروح كاس العالم الانديه امبارح بس هيبقى ليها ميعاد تاني. فده مهم جدا الناس كلها تبقى جاهزه، مع في يناير ان شاء الله يبقى في القايمه ممكن هتزيد شويه. اكيد ده مهم جدا عشان التيم اللي بيشارك في اكثر من بطوله يبقى عنده عدد وافر من اللعيبه تقدر تعمل الروتيشن وانت مرتاح. النادي الاهلي كان بيعمل التبديلات ديت وهو مضطر، اصابات ايقافات، فبيبقى غصب عنه بيعمل، لا انا عايزه يعملها وهو مرتاح. اللي هو بيعمل اللعيبه دي عندي جاهزه مش مشكله، وليد قعد يبقى في ناصر ماهر اللي بدا كويس وبعد خالص. اللي بعد هو بعد نفسه مش الجهاز اللي بعده. احمد حمدي يبقى جاهز،
يعني بمثل امثله. هو في لعيب كمان انا كنت عايز اسال حضرتك عليه وهو اكيد مهم جدا يعني مع النادي الاهلي على مدار السنوات القليله الماضيه وهو مؤمن زكريا، هل هو برضو من ضمن اللاعبين اللي بعدت نفسهم من وجهه نظرك زي اكيد مصر؟ بص مفيش مدرب بيبعد لعيب. انا مقتنع من ايام ما كنت بلعب ومع خبراتي في التدريبيه بحس اللعيب هو اللي بيبعد نفسه. اللعيب بيحاول هو اللي بيدخل نفسه داخل التيم وهو اللي بيبعد نفسه. انا كمدرب شايف الحاله اللي قدامي عامله ازاي، حاله فنيه كويسه بيبقى غصب عني بحطه بالظبط، لكن شايف في حاله الحاله بتاعته مش جاهزه او تقصير منه شويه في التدريبات. وانا بلعب على بطوله يعني طول الوقت، طول الوقت انت بتلعب على بطوله اكيد، طول الوقت بتلعب على ثلاث نقط. مش بلعبش في فريق في وسط الجدول او فريق بعمل يعني عايز ادي وخلاص. التعادل بالنسبه لي مرضي، فطول الوقت انا كمدرب انا بلعب على بطوله على ثلاث نقط على طول اكيد، فمحتاج لعيب جاهز مش محتاج يعني عدم يعني عدم تركيز عنده. اكيد ده مأثر عليه بشكل كبير، كان احنا كنا في احتياج كبير جدا المؤمن يبقى موجود في مباراه زي ديت. اكيد طبعا، خصوصا عنده خبرات يعني عنده خبرات كبيره وبيعرف يعني زي وليد سليمان بره ملعبنا يمكن اللعيب الوحيد تحس اللي هو مش فارق معاه بره ولا جوه، بيسجل وبتلاقيه عنده قوه في الملعب، مفيش التوتر شويه يعني بعض اللعيبه عندهم شويه كده من اداؤه خارج غير داخل الملعب. مؤمن من اللعيبه اللي هي بره بتلاقيها عامل شغل كويس لما بيبقى جاهز ومركز، بيفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا يعني. طيب بتمنى له الفتره الجايه يا رب يبقى سواء هو خد قراره وقعد وركز مع النادي الاهلي ان شاء الله، خصوصا انه احد العناصر المهمه والجيده جدا سواء هو او ناصر ماهر او احمد حمدي كمان اللاعبين المبشرين كمان. لكن عايز من حضرتك طبعا رساله لجمهور الفرقتين، يعني احنا سامعين تصريحات سواء من هنا او من هنا، كلام كتير عن المباراه عن الجماهير، يعني الكلام اللي حضرتك المعتاد اللي احنا بنشوفه اليومين دول، الرساله اللي انت حابب توجهها سواء لجمهور الترجي او جمهور الاهلي ان شاء الله اللي هيأزر الفريق من خلال الاستاد رودس؟ انا مش هوجه للترجي، الترجي طبعا لا انا قصدي بمناسبه يعني الكلام الكتير المسؤولين هم المسؤولين الكبار اللي في الجانبين او بالذات في الجانب التونسي، يمكن لازم يبقى في هدوء شويه. هي مباراه كره قدم، هم حاسين بظلم وقع عليهم، ظلم تحكيمي وغير مقصود من النادي الاهلي، لا ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. حكم وفي قرارات ممكن القرار دوت مش عاجبه هو، في قرارات ممكن ما يعجبنيش انا. قبل كده كان في قرار في مباراه نهائيه مع الترجي جون انرامو قبل النهائي كان بالظبط، كان قبل النهائي كان بالظبط يعني بيمر على فريق حاجات كثيره تحكيميه. لكن انا بتكلم بجمهور النادي الاهلي اللي هيسافر ان شاء الله يبقى مثالي، يبقى هو عامل ايجابي لفرقته، بيشجع باحترام، ما يخرجش بره النص خالص، ده مهم جدا. مش عايزين توتر يحصل، الجو مشحون شويه، مشحون بره المشاكل اللي حصلت هنا، هو مشحون عشان نهائي كاس بالظبط، نهائي كاس افريقيا طبيعي جدا الجو يبقى مشحون جماهيريا. الترجي من الفرق الكبيره في تونس اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره جدا زي النادي الاهلي بالظبط، ففي وعايز فرقته تكسب، فطبيعي جدا هيبقى مؤازر بقوه لفرقته. فالنادي الاهلي واخد جماهير معاه، لازم الجماهير تبقى على مستوى الحدث والمسؤوليه في المباراه، يبقى بتشجيع اللي هو المثالي، ما اخرجش عن النص، ماليش دعوه بالقسم، ماليش دعوه بالجمهور الثاني، انا ليا دعوه بفرقتي بس، بشجع فرقتي، باذر فرقتي، بديهم دوافع قويه جدا اللي هو محتاج، يعني النادي الاهلي محتاج جمهوره يشجعه بقوه، يشيل من عنده التوتر الموجود. فده المفروض الجمهور اللي جاي يسافر مع النادي الاهلي ويأزر فرقته بشكل قوي جدا، ويا رب المباراه تخرج بسلام، يعني مش عايزين يحصل مشاكل. يمكن هم عندهم كانوا واخدين الماتش او بتاع اول اغسطس، عندهم قرارات من الاتحاد الافريقي بغرامه واخلاء مدرج كامل وتغيير جماهير الاهلي هتبقى هي اللي فوق وهم معترضين، ما يعني فان شاء الله الماتش يخرج بسلام، دي اهم حاجه. العلاقات المصريه التونسيه دايما بتشوفها ازاي، او ما بين جمهور الاهلي والترجي دايما يا كابتن حماده، وانت اكيد سافرت تونس كتير وليك علاقات وليك اصدقاء كتير في تونس يعني،
بص على طول هم شعب جميل جدا طبعا طبعا وكل حاجة، ولكن داخل الملعب بيبقى فيه حماس حماس ده طبيعي جدا جدا، لكن خارج الملعب الأمور كويسة جدا، لكن في الصراعات داخل الملعب دي موجودة من زمان من زمان قوي يعني طبعا. فيا رب إن شاء الله يبقى المباراة تخرج بسلام وتخرج لصالح النادي الأهلي ونرجع بالكأس إن شاء الله. إن شاء الله. أخيرا ليك توقعات معينة للنتيجة إن شاء الله بتاعت مباراة إياب ولا مفيش توقعات؟ مفيش توقعات. إن شاء الله. بدأ إن شاء الله ربنا نتمنى النادي الأهلي يكسب بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن حمادة صدقي طبعا نورتني وشرفتني، أنا كنت سعيد بالحوار معاك النهارده. الله يخليك، أنا سعيد والله يا أمير، ربنا يكرمنا يا رب إن شاء الله كده، ونفرح يوم الجمعة بإذن الله. يا رب يا رب. أخيرا طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي في رادس يوم الجمعة القادم في تمام الساعة 9 مساء. كل دعوات كل المصريين بخصوص هذه المباراة، وان النادي الاهلي يكون موفق ويقدر يرجع لنا مصر ان شاء الله سالما بلقب البطولة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية، وده حلم اكيد مهم جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الاهلي. دي كانت فقرة هامة جدا مع ضيفنا العزيز طبعا كابتن حمادة صدقي، لكن استنونا لسه فقرات الاهلي الليلة ما خلصتش، بعد قليل هيكون معاكم طبعا زميلي العزيز عمر ربيع ياسين الحديث عن الكرة العالمية بشكل مفصل والدوريات الاوروبية والتشامبيونز ليج، اكيد امور كلها هتبقى مهمة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين بعد فاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وفقرة الأخيرة في الأهلي الليلة فقرة الكرة العالمية. يعني بنكون موجودين مع حضراتكم يوم الأحد والثلاث، يعني نستعرض معاكم آخر الأخبار اللي موجودة في الساحة العالمية. حظنا حلو إن امبارح كان معظم المباريات القوية جدا كانت كلها امبارح في الدوري الإنجليزي والأسباني، أيضا الدوري الإيطالي، لكن حتى لقاءات النهاردة كانت بدري شوية، مانشستر سيتي وتشيلسي، وبالتالي يعني بنسبة 90% أو 95% كل المباريات والنتائج تم حسمها، وبالتالي هنتابع معاكم آخر الأخبار وآخر الأحداث. عندنا أحداث كثيرة جدا، عندنا بعض القضايا أو قضايا مهمة جدا جدا خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أيضا هنتكلم على محمد صلاح، هنتكلم على ليفربول وتعادل مثير في مباراة قوية جدا أمام فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي. ما في شك أن الدوري الإنجليزي من أقوى الدوريات، من أمتع الدوريات، لكن كمان يكون الدوري الإسباني نفس الشيء الموسم ده، أعتقد أن دي حاجة يعني بتمتعنا كمتابعين ومحللين كرة قدم، بنستمتع كل موسم. كنا بنشوف الدوري الإسباني محسوم بين برشلونة وبين ريال مدريد، لكن الموسم ده بنشوف كل الفرق ما بقتش خايفة، كل الفرق بقى عندها شخصية المكسب، وبقى عندهم خلاص دافع، أنا ليه ما كنش موجود، ليه ما كسبش، ليه ما خدش ثلاث نقاط. عندنا يعني بنلعب على ملعبنا وسط جمهورنا، بناخد حماس، بناخد عزيمة، بناخد إصرار. شفنا مباراة برشلونة ورايو فايكانو 1-0 لبرشلونة، رايو فايكانو بيتعادل بيتقدم 2-1، لكن شخصية البطل تنتصر في النهاية بغياب ميسي، لكن بوجود سواريز وعثمان ديمبلي وغيره وغيره وغيره، بيقدر برشلونة ان هو يحرز هدفين في اخر خمس دقائق، وبينتصر بثلاث نقاط مهمة جدا قبل الموقعة الحاسمة في مشوار برشلونة في الشامبيونز ليج. عنده مباراة انتر يوم في طبعا ماتشات 3 و4، لكن يوم الثلاث برشلونة هيلاقي انتر في ايطاليا. لو برشلونة حسم المباراة بثلاث نقاط رسميا يضمن تأهله الى دور الـ16. لكن خلينا طبعا قبل ما نروح للصحف العالمية هنقول لحضراتكم سريعا النتائج اللي كانت موجودة في مباريات امس واليوم. في الدوري الاسباني ليجانيس بيتعادل 1-1 مع اتلتيكو مدريد، اما ريال مدريد بعد فوز صعب جدا امام بلد الوليد 2-0، اول مباراه لسانتياغو سولاري المدير الفني الجديد لفريق ريال مدريد بعد ما تم يعني خلاص الاستغناء عن لوبوتيجي بعد الاداء السيء اللي احنا شفناه مع ريال مدريد، او سوء الحظ كمان اللي كان بيقابله في الفتره الاخيره، بيتم الاستغناء عنه وبيتم تعيين سانتياغو سولاري. أكيد طبعا ريال مدريد مش بالمستوى اللي احنا كنا متوقعينه، لكن مكسب بيجيب مكسب، أهم حاجة دايما في أول مباراة للمدير الفني الجديد هو الثلاث نقاط والمكسب، بغض النظر عن الأداء
ممكن يتم طبعا تدارك الأخطاء اللي موجودة في التدريبات وفي الأيام المقبلة من الحصص التدريبية. لكن طبعا شفنا طبعا هدفين في آخر 10 دقائق من عمر المباراة. هدف أول يعني زي ما احنا شفنا طبعا عن طريق فينسيوس جونيور، وبعد كده طبعا ركلة جزاء لسيرجيو راموس وبيسجلها، لكن ما كانش الأداء المنتظر. تغيير غريب من سانتياغو سولاري في أحداث المباراة بإخراج كاسيميرو من نص ملعب ريال مدريد، وهو نص ملعب المدافع الوحيد اللي موجود في أرضية الملعب، لكن حظه حلو إنه قدر يخرج من المباراة بأقل خسائر وما قدرش إنه يسجل أو يتم تسجيل هدف في من بلد بعيد. أما فالنسيا وجيرونا، وجيرونا بيفوز على فالنسيا على ملعب المستايا في فالنسيا 1-0. واخيرا مباراه برشلونه ورايو فايوكانو، المباراه الامتع في الدوري الاسباني. شفنا شخصيه برشلونه، شفنا شخصيه البطل، وهنا يجي الاختلاف ما بين برشلونه وبين ريال مدريد. بتكلم من وجهه نظري، بتكلم من يعني جايب لحضراتكم لقطتين بتبين قد ايه ان فريق برشلونه طول ما هو عنده المساحات انت مش هتعرف ان انت تتفوق عليه، طول ما انت بتديله المساحه المطلوبه، طول ما انت مش بتضغط عليه، طول ما فيش مراقبه. ده اللي حصل في ماتش برشلونه وريال مدريد. ليه برشلونه تفوق على ريال مدريد؟ لو نعرض بس الصورتين، اول صوره من اللي موجودين معانا الخاصين بمباراه برشلونه وريال مدريد، بنتكلم وبنبص هنا. دي اول صوره، واضح جدا ان طبعا ريال مدريد بيلعب زي ما حضراتكم شايفين في حاله الدفاع 4-5-1، 4 في خط الدفاع، 4 و5 قدامهم، ورأس حربة وحيد برشلونة. واضح طبعا يعني في مساحات كبيرة جدا موجودة على أطراف الملعب، مفيش ضغط مناسب من لاعبي ريال مدريد للاعبي برشلونة. الاثنين المساكين اللي واقفين ورا في مساحة ما بين، بنتكلم في سواريز وبنتكلم في كوتينيو، وبالتالي اللاعب لما يستلم من غير ضغط بيعرف يعمل اللي هو عايزه. اللاعب لما بيستلم من غير ضغط ممكن الطرفين اللي عليهم الدورية اللي حضراتكم شايفينهم، سواء بنتكلم على سيرجيو روبرتو او بنتكلم على الناحية الثانية جوردي ألبا، عندهم المساحة وعندهم الوقت وعندهم كل الامكانيات اللي تخليهم يعملوا او يبدأوا هجمة خطيرة جدا لفريق برشلونة. نيجي بقى في الجانب نص الملعب. نص الملعب 5 لعيبة، مفيش الخمسة توزيعهم يعني 5 لعيبة على 3 من اللي موجودين بالشكل السيء بالمساحات اللي موجودة خاطئ جدا. نيجي بقى للثلاثة اللي ورا، يعني في 3، في واحد واقف لورا وحده خالص، وفي 2 في دايرة نص الملعب. الاثنين اللي في الدايره محدش ضاغط عليهم، اللاعب اللي معاه الكوره بيلعب براحته، عنده 100,000 اختيار، عنده ممكن يلعب للاعب اللي في وشه، ممكن يلعب للاعب اللي في يمينه، وممكن يلعب لسيرجيو روبرتو ناحيه اليمين، وممكن يعمل تغييره الملعب لجوردي ألبا. طيب ممكن الكلام ده على الصوره يبقى حلو، لكن عملي؟ عملي علشان خاطر لو غيرت جنب من الاجناب للكوره مره واحده، لعيبه ريال مدريد تمركزها الخاطئ هيخلي عندهم ديلي في التحرك. يعني المفروض لما الكره تتلعب ناحيه اليمين، طبعا بتكلم على ريال مدريد، ان 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 الباك رايت ناتشو يرحل، بعديه فاران يرحل، بعديه راموس يرحل، بعديه مارسيلو، وهكذا في نص الملعب، وبنتكلم على راس الحربه. لكن لوبيتيجي واضح جدا ان ما كانش مذاكر برشلونه كويس، ما كانش عارف ان برشلونه نقطتين لو ركزت عليهم مش هتعرف ان انت، او برشلونه مش هيعرف تاخد راحتها داخل الملعب. طبعا الضغط على الخصم بالكوره، وايضا تضييق المساحات على كل لاعبي برشلونه، والقفل على مفاتيح اللعب. وبالتالي زي ما احنا شايفين ده قوه برشلونه وده اخطاء ريال مدريد اللي وقعت فيها، واللي لابد من ان سولاري يكون عارف ان قوه ريال مدريد مع زين الدين زيدان هي كانت الضغط العالي والضغط الشديد جدا جدا على اي فريق بيلعبه. نروح للقطه الثانيه، وهي لقطه طبعا مهمه جدا، وايضا يعني بتدل على الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. المساحات ما بين لاعبي فريق برشلونه وريال مدريد كبيره. تخيلوا حضراتكم المساحه دي ممكن يكون حد شايفها مش كبيره، لكن في كره القدم هي مساحات كبيره جدا. لاعب الكره لما ياخد الكره وظهره لمرمى الخصم، لما ياخدها ويلف بيها هو كده خلاص، هو كده تخلص من 75% من اكتر حاجه هو كان بيفكر يهرب منها ازاي. لكن عدم وجود ضغط مع ترحيل، يعني ترحيل يعني ايه؟ عشان بس الكلام ما يبقاش مبهم للسادة المشاهدين. الترحيل معناها ان ما ينفعش فريق برشلونة يكون بيبدأ هجمة، وواحد من ريال مدريد رايح يضغط على لاعب
واللاعب اللي وراه يتأخر في عملية الضغط، ده بيقلل الحلول على اللاعب اللي معاه الكرة وبيديله اختيارات محدودة، فبالتالي يا إما يلعبها طويلة والفريق الخصم أو الفريق المنافس يستحوذ عليها، أو ما بيبقاش قدامه أي اختيار فممكن يغلط ويرجعها تاني ورا، فبتعمل عملية ضغط على فريق برشلونة. فزي ما احنا عارفين أن برشلونة من الفرق اللي بتحب المساحات، لقوا مساحات هيعرفوا يلعبوا كورة، ما لقوش مساحات مش هيعرفوا يبقوا النجوم اللي احنا بنشوفها ولا هنشوف الامتاع اللي شفناها في مباراة الكلاسيكو. لكن مساحات بالنسبة لفريق برشلونة كبيرة جدا جدا جدا، ممكن فريق تاني يكون متواضع المستوى ما ندلوش بعض المساحات عشان القدرات العقلية اللي عند اللعيبة التانية اللي مش عند برشلونة ممكن ما تكونش بالكفاءة اللي موجودة، وده اللي بيميز لاعب عن لاعب، اللي بيخلي لاعب عنده 10 مليون او مثلا لاعب ب 100 مليون ولاعب ب 10 مليون، المخ والعقل وسرعة البديهة والإمكانيات والقدرات والفنيات ودرجة الاستيعاب. فطبعا ده بما ان احنا بنتكلم على الدوري الاسباني، حبيت بس لحضراتكم نتكلم على جزئية مهمة جدا ما بين برشلونة وبين ريال مدريد، وما هي العوامل اللي بتؤدي الى تفوق برشلونة مع طبعا مباراة ريال مدريد، وكمان بنتكلم على الدوري الاسباني بشكل عام وريال مدريد كمان بشكل خاص. نخلص الدوري الاسباني نروح على الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي كان مباريات ممتعة جدا، بدأنا بمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث، والمباراة على ملعب بورنموث خسارة في الشامبيونز ليج الأخيرة أمام فريق يوفنتوس، تعثر أمام تشيلسي 2-2 في بطولة الدوري، وكلام كتير على مورينيو، ويعني هل هيرحل، هل هيبقى، هل بوجبا موجود، هل مش هيكون موجود. لكن كالعادة بورنموث بيفاجئ الجميع على ملعبه، فريق محترم، فريق بيكافح، فريق زي ما احنا قلنا الدوري الانجليزي محدش عارف او محدش بيكون متوقع النتيجة، انت بتلعب على ملعبك زي برا ملعبك، كل النتائج متوقعة، متوقعة من حيث ممكن بورنموث يسجل، ممكن مانشستر يسجل، ممكن بورنموث يكسب المباراة، ممكن مانشستر يكسب، فبالتالي العملية 50-50. بورنموث تقدم 1-0، لكن دايما مورينيو عنده مشكله مع اللعيبه البدلاء، اللعيبه البدلاء دايما بيحرجوا جوزيه مورينيو في كل الاوقات، سواء موجود في الانتر، في ريال مدريد، في مانشستر، في تشيلسي. مارسيال والنغمه الاخيره اللي سمعناها ان هو حابب يخرج بره مانشستر علشان مش بيلعب بشكل اساسي، وبالتالي مارسيال لاعب من اللعيبه المهمه جدا، تم حرمانه من كاس العالم الاخيره بسبب عدم المشاركه، وبالتالي عايز يدور على فرصه. كان في كلام على اليوفنتوس، كان في كلام على بعض الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي، لكن مارسيال للمباراه الرابعه على التوالي بيسجل هدف مع مانشستر، ويسجل هدف التعادل في مباراه بورنموث في الشوط الاول. لكن ايضا البديل ماركوس راشفورد، الموهبه الانجليزيه الفذه، وانا واحد شايفه من امتع اللعيبه وافضل اللعيبه اللي عندها امكانيات مع فريق مانشستر، وكمان مع المنتخب الانجليزي، تالق في مباراه اسبانيا الاخيره في دوري الامم الاوروبيه، وايضا بتالق مع مانشستر وبيحرز هدف الفوز لفريق مانشستر في الدقيقه 92. مانشستر على المستوى الفني، عشان ما نقولش كلام تقيل، فنحاول نلخص ببعض الكلمات السريعه والكلمات البسيطه. مانشستر كان بيعاني من عدم الضغط على الخصم، عنده مشكله في الضغط، مفيش ضغط، مفيش فنيات داخل الملعب. مانشستر كان بيلعب بتاريخه وبامكانيات وبقدرات اللعيبه اللي موجودين داخل الملعب، لكن الامور داخل مانشستر ما تصرش ابدا، مفيش شكل. اللي شاف مباراه ليفربول واصلا هيفهم الفارق ما بين ده وما بين ده. لكن مانشستر اخذ اللي هو عايزه من المباراه، 3 نقاط مهمين جدا وبيقرب اكتر من فريق ارسنال، اللي هنقول لحضراتكم ترتيب الدوري الانجليزي علشان نوريكم قد ايه الموضوع صعب جدا جدا. مباراه ارسنال وليفربول، ارسنال وليفربول، الخص لحضراتكم ايه اللي حصل في مباراه ارسنال وليفربول فنيا. يعني مباراه انتهت 1-1، 2 مدربين على اعلى مستوى بالاخص يوناي امري، واضح ارسنال انه بيتطور معاه فنيا، واضح ان هو عنده طبعا الهجوم بدا يبقى عنده شكل هجومي لفريقه، لكن مع اتزان دفاعي. لو مسكنا الفريقين وبصينا على بدايه يورجن كلوب، يورجن كلوب لعب ب4-3-3 اثناء سير المباراه، حولها ل 4-2-2 بعد خروج فيرمينيو في الشوط الثاني، بدا يلعب ب 4-5-1. يورجن كلوب كان بيحاول يستحوذ على نص الملعب، فبالتالي دفع بفابينيو من بدايه المباراه. فابينيو كان مستوى سيء، انتقدوا المحللين والنقاد والصحف الانجليزيه بادائه المتواضع بالنسبه لصفقه
تقدر ثمنها حوالي 50 مليون يورو او يعني بما يعادل الى استرليني. وبالتالي محمد صلاح لما بنتكلم على يورجن كلوب دفع بيه كمركز راس حربه مكان فيرمينيو في اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه من عمر المباراه، محمد صلاح ما بقاش موجود على الاطراف، وبالتالي بقى فيه راحه او حريه للظهير الايمن لارسنال والظهير الايسر لفريق ارسنال ان هم يبداوا يهاجموا، يبداوا ياخدوا نفسهم، وبالتالي شكلت خطوره جامده جدا على فريق ليفربول. وجود محمد صلاح على طرف من الاطراف كان شاغل طبعا مع ماني، كان شاغل الباك رايت والباك ليفت، لو شباب بنتكلم على بيلرين اللي كان اكيد واحد من اللعيبه المميزه في فريق ارسنال اللي كان دايما موجود. محمد صلاح خرج بدا ان ساديو ماني يكون موجود تحت محمد صلاح، بدا بيلرين او الباك ليفت ان هم يهاجموا فريق ليفربول، وبالتالي شفنا بعض الخطوره اللي كانت موجوده. لكن تقييم هجوم ليفربول ما كانش موجود هجوم، كل الهجمات الخطيره كانت عن طريق فيرجيل فان دايك المدافع من كرات ثابته. هجوم ارسنال هجوم قوي جدا، ايوبي لما كان موجود، ايضا بنتكلم على ويلبك لما نزل الشوط الثاني، ولاكازيت النجم اللي سجل هدف عن طريق خطا حارس مرمى ليفربول، وبالتالي ادت الى يعني هدف تعادل. ايضا دفاع ارسنال كان فيه بعض الاخطاء، لكن زي ما اتكلمنا على ان دفاع ارسنال كان عنده بعض الاخطاء، لكن كان نجم من نجوم المباراه. ايضا دفاع ليفربول كان النجم الاوحد في المباراه، خط هجوم ارسنال كان على اعلى مستوى، خط هجوم ليفربول ما اداش ولا عمل اي فرص من طبعا من الفرص الخطيره، كلها كانت عن طريق فيرجيل فان دايك. فعلا لو بصينا على الهايلايتس هنلاقي ان كره العارضه طبعا كان في هدف صحيح 100% اتلغى لساديو ماني، لكن الحكم هو سيد القرار. وبالتالي ليفربول يعني لو هنتكلم سريعا عن ليفربول عمل ايه الموسم ده، ليفربول ما كسبش ضد ولا فرقه كبيره، ضد تشيلسي تعادل، ضد مانشستر سيتي تعادل، ضد ارسنال تعادل. ارسنال ماشي في سكه هو عارف بيعمل ايه مع يوناي امري، سواء بالتنسيق في اليوروبا ليج او بالتنسيق في بطوله الدوري. لكن يعني لو اتكلمنا النهارده على ختاما للقاءات الدوري الانجليزي، هنلاقي ان فريق مانشستر سيتي بيفوز 5 اهداف مقابل لا شيء او 6 اهداف مقابل لا شيء. يعني ناس كانت بتتكلم على السوشيال ميديا ان المباراه اللي جايه مانشستر سيتي هيلاعب فريق مانشستر يونايتد، يعني قالوا ده كانوا بيخشوا بالكوره جوه الجون، فانتوا هتعملوا ايه؟ مورينيو هيعمل ايه الماتش اللي جاي؟ تفكيره هيبقى عامل ازاي؟ 6-1 مانشستر سيتي النهارده اهان فريق ساوثامبتون، بجد كانوا بيخشوا بالكوره جوه الجون، عملوا كل حاجه ممتعه ممكن الواحد يشوفها، عملوا كله سجل، كله امتع، كله تالق في المباراه. ايضا تشيلسي فاز على كريستال بالاس 3-1، يعني تشيلسي مان سيتي بعد الفوز بيصعد الى المركز الاول 29 نقطه، تشيلسي بعد الفوز بيصعد الى المركز الثاني ب 27 نقطه، بيتساوى مع ليفربول في المركز الثالث 27 نقطه، توتنهام في المركز الرابع 24 نقطه، ارسنال المركز الخامس 23، ومانشستر يونايتد 20 نقطه، بيتساوى مع بورنموث فرق 3 نقاط ما بينه وما بين ارسنال. وهو ده قيمه مانشستر، عشان يديله حقه برضو ان هو حتى بالرغم من كل الغيابات وكل العوامل السلبيه اللي ممكن تكون موجوده في مانشستر، لكن مانشستر هو مانشستر ودايما موجود وقريب من المقدمه. نروح للدوري الايطالي سريعا نقول لحضراتكم النتائج اللي موجوده. يوفنتوس 3-1 على كالياري، رونالدو بيحتفل قبل المباراه ب 400 هدف في مسيرته الاحترافيه في الدوريات العالميه سواء الانجليزي او الاسباني او الايطالي، بيحتفل ب 400 هدف. هنا احنا عندنا في مصر لما بنخش نادي ال 100 بيبقى يعني عمل انجاز عظيم وانجاز تاريخي، لكن ده 400 هدف ولسه مكمل مع فريق يوفنتوس. انتر بيفوز على جنوا 5-0، وفيورنتينا بيتعادل مع روما 1-1، ويعني اودينيزي بيتلعب حاليا مع اي سي ميلان، 5 دقائق عدت من عمر المباراه والتعادل السلبي ما بين الفريقين. طبعا احنا عارفين زي ما قلت لحضراتكم ان في يوم الثلاث والاربع بعض المباريات المهمه جدا. يوم الثلاث مباريات الشامبيونز ليج موناكو وكلاب روج، وعلى فكره التوقيت هيختلف، التوقيت الشتوي بيطبق في مباريات الشامبيونز ليج وايضا في الدوريات، يعني المباراه بدل ما تكون 7 و9 هتكون 8 إلا 5 والساعة 10. الساعة 8 إلا 5 هيكون في لقاءين موناكو وكلاب روج،
وريد ستار بلجراد وليفربول. الساعة 10 أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، توتنهام وبي اس في ايندهوفن، وانتر ميلان وبرشلونة، نابولي وبي اس جي، بورتو ولوكوموتيف موسكو، وشالكا وجلاتا سراي. أما يوم الأربع هنستكمل أو هتستكمل باقي الجولات. الساعة 8 إلى 5 هيكون في لقاءين، سيسكا موسكو وإي إس روما، فالنسيا ويانج بويز السويسري. الساعة 10 بايرن ميونخ وأيك أثنز وبنفيكا، أياكس أمستردام، ليون وهوفنهايم، ومانشستر سيتي وشختار، وفيكتوريا بيلزن وريال مدريد، والمباراة المهمة والقوية والمرتقبة يوفنتوس ومانشستر يونايتد. ده بالنسبة ل يعني ماتشات الثلاث والاربع. ان شاء الله هنكون موجودين مع حضراتكم اكيد يوم الثلاث، وهنحاول ان احنا برضو نلم لحضراتكم الملخص. نجمنا المصري احمد حسن كوكا بينجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه اولمبياكوس في الدوري اليوناني، وبالتالي احمد حسن كوكا بعد ما خرج بداعي الاصابه من معسكر المنتخب، او خرج بعد المباراة الأخيرة بإصابة، بيعود تاني من جديد وبيسجل أهداف. إن شاء الله أحمد حسن كوكا يكون موجود معنا في حلقة من الحلقات في مداخلة هاتفية، هنطمن معاه على كل أحواله، وإن شاء الله نحاول إن احنا يعني نجيبه لحضراتكم. دايما هو بعيد عن الإعلام، فإحنا بنحاول دايما إن احنا نجيب لحضراتكم على قد ما نقدر اللاعبين المصريين الموجودين في الخارج علشان نكون معاهم لحظة بلحظة. محمود حسن تريزيجيه أكيد شفتوا حضراتكم الهدف الخرافي، الهدف الرائع اللي رونالدينيو أصلاً ولا بيكهام ولا اي حد من النجوم ما عرفوش يسجلوا زيه. انا مش ببالغ ولا بقول كلام عشان لاعب مصري، لا، حضراتكم خشوا على الانترنت اكتبوا هدف محمود حسن تريزيجيه الاخير وشوفوا جمال الهدف. هدف يعني يعني طبعا يعني حاجه، بس طبعا للاسف اتلغى، لكن بتكلم على فعلا الهدف رائع جدا جدا جدا، وكان نفسنا ان هو يتحسب، كان نفسنا ان هو يكون من ضمن الاهداف اللي تتحسب علشان يتم ترشيحه لجائزه بوشكش. لكن يعني النهارده بالمناسبه على السوشيال ميديا محمود حسن تريزيجيه كان منزل هدف وكان كاتب عليه باد لك، باد لك بسبب ان هو الهدف لم يحتسب، وبالتالي يعني من اجمل الاهداف اللي الواحد فعلا لو كانت اتحسبت كانت يعني ممكن تكون موجوده بشكل قوي جدا في التنافس على جائزة بوشكاش للموسم القادم. نروح لبعض الصحف والأخبار العالمية من إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا علشان بعديها نروح سريعا إلى الأخبار علشان الوقت بيجري مع حضراتكم. مبدئيا نبدأ بصحيفة الأس الأسبانية. صحيفة الأس تنتمي إلى ريال مدريد، وبالتالي طبعا العنوان الرئيسي هو فينيسيوس جونيور يجلب الحظ. طبعا بيتكلموا على اول مباراه لفينيسيوس جونيور تحت قياده سكولاري، وانه بينجح في احراز هدف اول في الدقيقه 83 وبيسهل المباراه على فريق ريال بعد ما كان متعادل تعادل سلبي بيخرج فايز 2-0. ريال مدريد بيفوز على بلد الوليد 2-0، واتلتيكو يتعثر من جديد، تعادل 1-1 مع ليجانيس، و وريمونتادة برشلونة ديمبلي سجل التعادل في الدقيقة 87، ثم سواريز أنهاها في الدقيقة 90، وفالنسيا يخسر على أرضه 1-0. نروح لإيطاليا، توتو سبورت الإيطالية، يوفنتوس إلى الأبد. يوفنتوس بعد الفوز 3-1 على كالياري، ويوسع الفارق ما بينه وما بين إنتر إلى 6 نقاط. أعتقد أن خلاص يعني يوفنتوس حسم الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويوفي واصل مسيرة الاحتفاظ بلقب السكوديتو بفوز مهم على كالياري، وطبعا السان سيرو وفوز كبير لإنتر على فوز كبير لفريق إنتر 5-1. وطبعا طبعا بيتكلموا على جيلارديني وتسجيله الثنائية للإنتر في مباراة انتهت 5-0 أمام جونوا. نروح لكوريري ديل سبورت الإيطالية وخماسية نابولي. بعد خماسية نابولي الإنتر يسجل خماسية على جنوا، واليوفي يستمر بسلسلة الفوز على كالياري، واليوفي يبتعد ب6 نقاط عن الإنتر. وأيضا عنوان لإنتر ميلان، 5 أهداف كافية أو لا تكفي
في مباراة انتر وفوزوا على جنوا 5-0. دايما بيحبوا الطمع في الدوري الإيطالي، وطبعا الانتر بيفوز فوز ضخم وثنائية لجيلارديني ثم بوليتانو وجوا ماريو واخيرا نيانجولان النينجا. نروح لإكسبريس سبورت الإنجليزية ونشوف الصحف الإنجليزية قالت إيه واتكلمت إزاي بعد الأحداث السخينة جدا في الدوري الإنجليزي. وطبعا الخبر اللي كان الحزين جدا على فريق ليستر سيتي بعد رحيل مالك النادي التايلندي وفوز ليستر 1-0، والعنوان ليستر أو مجد ليستر سيتي لفيشاي. فيشاي هو طبعا مالك النادي، وده طبعا صورة فريق ليستر سيتي بعد ما أحرزوا هدف الفوز الوحيد في المباراة. اللاعب اللي أحرز الهدف زي ما حضراتكم شايفين خلع التيشيرت وكان كتب عليه المجد لفيشاي، جلوري تو فيشاي. وبايرن طبعا يتسابق مع الزمن للتعاقد مع أرن رامسي. هنشوف هل فريق بايرن ميونخ هينجح في التعاقد مع رامسي ولا لا. نروح لإندبندنت سبورت والكلام على مباراة أرسنال وليفربول ولاكازيت المنقذ. لاكازيت ألكسندر لاكازيت الفرنسي لاعب أرسنال المنتقل من الدوري الفرنسي بينقذ فريق أرسنال من الخسارة أمام فريق ليفربول. نروح لستار سبورت وكلام أيضا على ليستر و الفوز من أجل فيشاي رئيس النادي اللي توفى في حادث طائرة بعد مباراة ليستر قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي. نجوم ليستر يفوزون على كارديف وغوارديولا ينفجر غضبا على جاري نيفل بعد ما ادعى طبعا أنه بشع. يعني طبعا جاري نيفل انتقد غوارديولا بشكل غير سيء أثناء تحليله للدوري الإنجليزي، فغوارديولا متضايق جدا وكان رده عنيف في الصحف زي ما حضراتكم شايفين. لكن جاري نيفل وفيل نيفل يعني هما معروفين هما في التحليل واو، وفي الملعب بياخدوا بالسبعات وبالثمانيات وبالتسعات، وشفنا التجربه مع فالنسيا. نروح لموندو ديبورتيفو ونشوف كلامهم على برشلونه. موندو ديبورتيفو جريده تنتمي الى كاتالونيا. سواريز يكون برشلونه بيرومونتادا بعد ما كانوا خسرانين 2-1 في الدقيقه 86، هدفين من لويس وواحد من عثمان ديمبلي، ويؤكدوا على الصداره بفارق 4 نقاط عن الافيز واتلتيكو مدريد. تخيلوا حضراتكم ان ديبورتيفو الافيز بينافس برشلونه على الصداره. نروح لسبورت في اسبانيا وكلام على برشلونه. هكذا تفوز بالليجا 3-2 لفريق برشلونه على فايكانو. برشلونه تمكن من قلب نتيجة المباراة في آخر 5 دقائق عن طريق سواريز وديمبلي. أخيرا عنوان الماركة الأسبانية اللي بتنتمي إلى ريال مدريد، فينيسيوس جونيور يغير حظ ريال مدريد، وسولاري يجد الحظ الذي افتقده الفريق في فترة لوبيتيجي، وأتلتيكو يتعادل إيجابيا مع ليجانيس، وبرشلونة يفوز بصعوبة على فايوكانو 3-2. طيب ده بالنسبة للصحف العالمية والأخبار اللي موجودة. طيب نروح سريعا للاخبار عشان عايز حضراتكم في موضوع قبل ما اخلص معاكم. موضوع مهم جدا جدا زي ما قلت خاص بالاتحاد الدولي لكره القدم. معايا بعض الاخبار طبعا. النهارده احدث الاخبار، مانشستر سيتي يقتنص صداره الدوري الانجليزي بسداسيه في ساوثامبتون 6-1 زي ما حضراتكم سمعتم وقلت وانا بستعرض نتائج المباريات. سيتي بيتصدر دوري الجدول 27 نقطه، ساوثامبتون في المركز 16 ب7 نقاط. يعني فوز مهم جدا اكيد لمانشستر سيتي ولفريق جوارديولا. طبعا انتر ميلان بيحاول التحايل على قواعد اللعب النظيف لضم شاكيري. شاكيري موجود مع الفريق ليفربول لكنه مش بيشارك بصفه اساسيه، وبالتالي انتر ميلان شايف انه في الظروف الحاليه يقدر ان هو يستعين بشاكيري والحصول على فرصه لعب اساسي. انتر بيحاول يسعى جدا لتعزيز صفوفه ببعض الصفقات في الفتره الحاليه، هو مش شايف
او هو شايف ان اللعيبه المتاحه حاليا ان هو يتعاقد معاه كمان بمبلغ بسيط. هو شاكيري بس شاكيري بالنسبه لي واحد من اللعيبه المهمه جدا في فريق ليفربول، سواء موجود على مقاعد البدلاء، تغيير دايما بيكون تغيير اول ليورجن كلوب، او حتى وهو موجود بشكل اساسي. شفنا لما تشامبرلين واصابته وغيابه عن فريق ليفربول هو اللي كان دايما بيصنع الفارق لمحمد صلاح، لكن وجود شاكيري بدا ان هو يعني يعمل نفس الدور وممكن يكون احسن كمان من تشامبرلين. شاكيري عنده كل المقومات، قوي، سريع، مهاري، شويت، عنده مهارات فنيه، بيدافع، كل حاجه موجوده عن شاكيري. فبالتالي انتر لو عرف يتعاقد مع شاكيري صفقة طبعا قوية جدا وتحتسب لفريق انتر، لكن ليفربول لو فرط في شاكيري اعتقد ان هو هيكون خسران في ظل الخيارات المعدودة الهجومية لفريق ليفربول. مورينيو وخبر على انه شبح الإقالة يطارد مورينيو، وان الصحف الإنجليزية ابرزهم صحيفة ميرور اتكلمت على ممكن بعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد القادمة يكون في لو نتيجة سلبية تمت لفريق مانشستر ممكن نشوف يعني بعض الاخبار الخاصه ان مورينيو ما يكملش مع فريق مانشستر يونايتد. يعني كان في كلام كتير على زين الدين زيدان ان هو يكون موجود في الفتره القادمه، لكن التقارير بعد ما كانت نشطه جدا نامت مره واحده، التقارير رجعت تاني. الصحف الانجليزيه على فكره بالمناسبه يعني صحف يعني فيها صحف صفراء كتيره جدا، بيكون فيها اخبار مش صحيحه 100%، لكن اهو يعني بيتسلوا وفي نفس الوقت يعملوا شويه ترافيك. يعني بقول لحضراتكم فعلا اللي يسال اللي عنده حد من اصدقائه صحفيين يسالوا على الصحف الانجليزيه، دايما بيكتبوا اخبار فشوش ملهاش اي اساس من الصحه. الصحف الحقيقيه اللي بيكون ليها اخبارها مؤكده 100% الصحف الالمانيه، يعني بدون ادنى شك الصحف الالمانيه زي بيلد وزي غيره وغيره وغيره بيكون ليهم مصداقيه طبعا. ودير شبيك اللي انا هتكلم عليها على موضوع فجرته النهارده يعني او الاسابيع الاخيره دي هيكسر الدنيا في الايام اللي جايه من عالم كره القدم، وبالتالي ده خاص لمورينيو. طبعا مدرب ريفر بليت بيتم ايقافه 4 مباريات بسبب سوء السلوك. طبعا سوء السلوك في الارجنتين انتوا عارفين الدنيا عندهم مولع، الجمهور مولع، الاجواء ساخنه على اعلى مستوى، كل حاجه في الدوري الارجنتيني بتنم على وجود فعلا منافسه حقيقيه ما بين كل الاطراف وكمان ريفر بليت وبوكا جونيورز. طبعا مباراه هتكون مرتقبه في كوبا ليبرتادوريس القادمه، بالتالي هنشوف مباراه فظيعه، مباراه اجواء ساخنه، جماهير مشتعله في المدرجات 90 دقيقه، غير قبل المباراه غير بعد المباراه، وبالتالي هنشوف مباراة قوية جدا. لكن سوء السلوك بيؤدي إلى أن مدرب ريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو جاردو بيتوقف 4 مباريات لعدم احترامه تنفيذ عقوبة سابقة. تخيلوا حضراتكم مدرب بيقولوا له أن أنت عندك عقوبة بيتجاهلها وبيتمادى فيها فبيتوقف 4 مباريات، فأنا مش عارف الأرجنتين بيفكروا إزاي، لكن هو ده حال كرة القدم في الأرجنتين. اجويرو يدخل قائمة العظماء بالدوري الانجليزي بوصوله لهدف رقم 150 هدف لسيرجيو اجويرو في الدوري الانجليزي. من ضمن الاسماء اللي موجودة طبعا بنتكلم على آلان شيرر، اندي كول، تييري هنري، مايكل اوين، وروبي فاولر، ووين روني، وفرانك لامبرد، وجيرمان ديفو، وسيرجيو اجويرو موجود معاهم. اجويرو طبعا قاد مانشستر سيتي للفوز على ساوثهامبتون 6-1 واحرز هدف الثاني لفريقه عشان يصل الى الهدف رقم 150. اجويرو ثالث لاعب يسجل 150 هدف في الدوري الانجليزي مع فريق واحد، سبقه بس تييري امري وبين روني مع مانشستر يونايتد ومع ارسنال، وميسي يطير مع البارسا لمواجهه انتر ميلان. طبعا ميسي هيكون موجود مع فريق برشلونه في ايطاليا في مواجهه فريق انتر في مباراة الشامبيونز ليج بعد بكرة يوم الثلاث الساعة 10 بتوقيت القاهرة. لكن في كلام على ان ميسي ممكن يشارك حتى لو مش هيبدأ في بداية المباراة، هيكون موجود على مقاعد البدلاء. لكن زي ما قلت لحضراتكم انا مش بصدق اي صحف اسبانية ولا انجليزية، انا عندي الواقع هو اللي بيثبت لي مع الصحف الالمانية. وطبعا يعني كنا بنتكلم على مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت المرتقبة في كوبا ليبرتادوريس، لكن في اتجاه قوي جدا ان المباراة تقام بدون جمهور لأسباب طبعا احنا عارفين الجماهير والسخونة اللي موجودة في المباريات في الدوري الأرجنتيني وخاصة ريفر بليت وبوكا جونيورز. لكن
هنشوف ايه اللي ممكن يحصل. طبعا رئيس بوكا جونيورز وريفر بريت بينظموا المباراه الذهاب والاياب لنهائي كاس بطل امريكا الجنوبيه كوبا ليبرتادوريس، ان هي هتكون على الارجح بدون جمهور. وبس يعني طبعا كان في بعض التصريح لمحطه فوكس العالميه ان هم بيحللوا الفكره جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي، وان هو هيشوفوا ايه الايجابيات وايه السلبيات وبعد كده هيتاخدوا قرارين، يعني اثنين رؤساء انديه بيدرسوا القرار قبل ما يتم الاعلان عنه. رئيس بوكا جونيورز قال احنا مش هنستبق المواضيع قبل حدوثها، وبالتالي هنسمع المسؤولين من الامن او طبعا المختصين في المسؤولين عن تأمين المباراة، ونشوف إيه قرارهم في الآخر. طبعا كده خلصت مع حضراتكم الأخبار، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية إن أنا هتكلم في موضوع خاص باتحاد دولي كرة القدم، ويعني قضية فجرتها جريدة دير شبيجل الألمانية، موضوع كبير جدا لشقين. أول شق طبعا خاص بأنفانتينو. أنفانتينو طبعا أو دير شبيجل من فترة بالتعاون مع 14 مؤسسة إخبارية عالمية دفعوا ب 80 صحفي في الوسط الرياضي بيدعبسوا بيدوروا في قضايا الفيفا، في فساد موجود بتكلم عليهم هم، مش بتكلم عليا أنا، مش رأيي يعني، على بيدوروا على فساد، بيدوروا على مواضيع قديمة، بيتكلموا على ايه اللي بيحصل من تغيير قواعد في سياسه اللعب النظيف. الموضوع بالنسبه لهم ما كانش واضح، وبداوا ان هم يحصلوا على وثائق وصلت ليهم حجمها 3.5 تيرا بايت، بتكلم على 3500 جيجا مستندات واوراق بتدين، في منها يدين الاتحاد الدولي. طيب ايه بقى حضراتكم ابرز اللي حصل في ال ال ال, ال, ال قضايا او المستندات اللي وقعت في ايد دير شبيجل؟ موضوع مهم جدا 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 خاص بجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لما كان موجود في منصب سكرتير عام الفيفا. سياسه اللعب النظيف كلنا عارفين ان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في اثنين مستثمرين طبعا من المنطقه العربيه من الامارات ومن دوله قطر ان هم تعاقدوا او اشتروا النادي، لكن تم ضخ مبالغ جبارة. مانشستر سيتي ضخ 2 مليار و800 مليون استرليني، في المقابل باريس سان جيرمان ضخ 1 مليار و800 مليون يورو. ده علشان يتم تغطية رواتب اللاعبين والصفقات وخلافه وخلافه وخلافه. لكن تيجي الأيام اللي تثبت إن كان في تنسيق من جياني أنفانتينو مع الناديين علشان إزاي يهربوا من العقوبات اللي ممكن تطولهم بعد ما يتم تفعيل سياسة اللعب النظيف. وبالتالي حصلوا على بعض المستندات اللي جانا انفانتينو بيخاطب فيها نادي بيقول لهم هتعملوا 1 2 3 علشان تهربوا من عقوبات تتضمن 1 2 3. ومن ضمن الايميلات اللي كانت مبعوتة ما بين الناديين ان لقوا ان طبعا جانا انفانتينو باعت في اخر الايميل او المراسله او المحادثه اللي كانت ما بينه وما بين باريس سان جيرمان او مانشستر سيتي ان انا بشكركم في التعاون معاكم، وده كانت صدمه كبيره جدا جدا. حتى الصحف الانجليزيه كانت يعني مستغربه ان من كم الوثائق اللي وقعت في ايد طبعا دير شبيجل. وبالتالي بنتكلم على ان المبلغ الحقيقي اللي كان مفروض يتم، يعني حضراتكم عارفين هفهمكم يعني ايه سياسه اللعب النظيف او سياسه اللعب المالي النظيف. ما ينفعش نادي يكون يعني مصروفاته او المصروفات والايرادات فيما بينهم جاب كبير، ما ينفعش يخش لي 100 مليون في السنه واصرف 300 مليون او 400 مليون او 500 مليون. في حاجه اسمها ايرادات ومصروفات، طبعا الناس اللي ليها في المحاسبه فاهمه الكلام اللي انا بقوله كويس جدا. وبالتالي اي مؤسسه رياضيه، اي مؤسسه، انا لما بكون موجود في المكان بيجي لي مرتب بصرفه او بصرف جزء منه، لكن انا مش بكسب مثلا 10 قروش اصرف 12، طب انا جبت ال 2000 دول منين؟ وبالتالي نبدا بقى الشكوك كلها تحوم حوالين الاتحاد الدولي. وبالتالي دي قضيه وهنشوف ايه اللي في الاخر ممكن يحصل منها. لكن الموضوع التاني اللي تم تفجيره ان في الاتحاد الدولي اكتشفوا ان في الفتره اللي كان موجود فيها جوارديولا مع برشلونه وكان موجود فيها مع الفريق ان اللعيبه كانت بتتعافى من الاصابه سريعا. طب ايه السبب؟ السبب ان كان في بعض المنشطات اللي بيتم حقنها بماده اسمها HGH
للاعبي فريق برشلونة، واللي كان بعد ما اكتشفوا كده من خلال التحاليل العينات اللي اخدوها من لاعبي فريق برشلونة، هي منشط مش منشط لداخل الملعب، لا منشط خارج الملعب بيخلي اللاعب فترة التئام الإصابة تبقى أسرع، بتخلي الخلايا تلم بشكل أسرع. لما جم يتخذوا قرار بشأن فريق برشلونة اكتشفوا أن ريال مدريد بيعمل نفس الشيء، وبالتالي تم التكتيم على الموضوع تماما علشان الناديين الكبار في أسبانيا ما يتمش معاقبتهم، وده بيدل على أيضا وجود بعض الفساد اللي بيتكلموا عنه جريدة دور شبيجل الألمانية. لكن إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيتم؟ إيه اللي هيبقى موجود؟ مش عارفين. كل يوم بيبقى موجود معنا قضية جديدة، كل يوم بيكون معنا مواضيع يعني إن شاء الله في الفترة اللي جاية هيبقى موراناش أي حاجة خالص غير الفيفا وإيه اللي حصل وإيه اللي تم. لكن كمان اكتشفوا إن جيانا إنفانتينو لما بقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن غير بعض البنود اللي موجودة في سياسة اللعب المالي النظيف. حتى حضراتكم صفقة نيمار لما انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان اتلعب فيها، اتلعب فيها ازاي؟ اتلعب فيها ان نيمار تم تحويل الفلوس او اخذ الفلوس كاش في حسابه، او اخذ الفلوس وصرفها عن طريق نفسه وراح دفعها لفريق برشلونه، وده بالتالي من ضمن الثغرات اللي جريده دور شبيجل بتتكلم عليها في اللعب ببند اللعب المالي او سياسه اللعب المالي النظيف. وبدا الكلام على بلاتر بقى، بلاتر وجاني انفنتينو. طب جاني انفنتينو مفروض ان بلاتر تم حرمانه هو بلاتيني من وجودهم في المناصب الرئاسيه سواء للاتحاد الاوروبي او الاتحاد الدولي، وجه جاني انفنتينو، لكن جاني انفنتينو جه زي ما بلاتر كان موجود، كله في الاخر واحد، كله في الاخر بيخدم مصالحه الشخصيه. لكن ايه اللي هيكون موجود ان شاء الله معانا في الايام اللي جايه؟ الله اعلم دور شبيجل هتكتشف ايه، لكن الموضوع كبير جدا جدا، وانا اعتقد ان هو هيطير أسماء كبيرة جدا وأسماء كتيرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وصلنا مع حضراتكم لنهاية فقرة الكرة العالمية، وهي الفقرة الثالثة في الأهلي الليلة. إن شاء الله نشوفكم دايما على ألف مليون خير على قناة النادي الأهلي. نشوفكم بكرة، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.